بالبيئة الخلابة في مدينة بالي. الآن أعلن افتتاح جلسة بعد الظهر لهذا اليوم. في البداية اسمحوا لي أن أبدأ هذه المجموعة والجلسة البؤرية التي تتعامل مع الجريمة الفضائية والفضاء الإلكتروني والبريد غير المرغوب فيه وقرصنة عبر شبكة الإنترنت، وسنقيم حوارا حول هذه الموضوع. لدينا عدد كبير من السادة المتحدثين ولدينا مقرر. المتحدثين هو المسؤول من سريلانكا وكريس بيري، وهو المنسق من وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإنترنت، وكانن بيري المسؤول عن وضع السياسات في جمعية الإنترنت فودرناتريس، وخبير في الجريمة عبر شبكة الإنترنت في إندونيسيا. أود كذلك أن أقدم لحضراتكم ميسر هذه الجلسة السيد كريس بويد من ATAT، وكارين ميلبري من جمعية الإنترنت. ليس لدي الكثير من الكلمات الاستهلالية، ولكن أود فقط أن أذكر حضراتكم ببعض التفسيرات الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بنا. بعض القضايا الرئيسة التي سنناقشها بحيث تتولد لدينا أفكار ويمكن بعد ذلك مناقشتها خلال تعليقاتكم وأسئلتكم، خاصة بتأثير وتبعات البريد غير المغروب فيه والمبادرات الخاصة ببناء القدرات والمقاربات الناجعة من أجل إيجاد شراكة وتعاون، الإطار القانوني من أجل التعامل مع الجريمة عبر شبكة الإنترنت والجريمة العابرة للحدود عبر شبكة الإنترنت وجرائم الإنترنت. اسمحوا لي أن أتحدث عن خبرة بلادي في هذا الصدد، لأن هناك بعض الدروس المستفادة، ولذلك سيكون هناك أيضا عملية صياغة، وهناك قانون خاص بتداول المعلومات وحرية المعلومات والخاص بالجريمة الإلكترونية. هناك بعض الجرائم الإلكترونية مثل الاقتحام والتدخل واعتراض الشبكة والاحتيال وغيرها، وهناك أيضا مجتمع تعددي، ونظرا لعدم وجود مشاكل تتعلق بالبيئة القانونية قد نتعامل مع مشاكل تتعلق بهذه الجريمة ويتم التقليل من قيمتها. ومن حيث المبدأ وجدنا أن الجريمة عبر شبكة الإنترنت هي جريمة متعددة الأوجه والأطراف، ولكن أهم شيء هو أن يكون هناك وقاية ومنع لهذه الجريمة قبل أن تقع. نحن في حاجة إلى نشر معلومات، لأنه قد يكون هناك إطار قانون ولكن يغيب إنفاذ هذا القانون. وأنا لدي سؤال، هل نفرق بين القرصنة وبين البريد غير المغروب فيه أم لا؟ أو قد يكون هناك هذه الأفعال المجرمة؟ إن التاريخ قد أثبت أن هذه المناقشات قد حظيت باهتمام من خلال الاجتماعات السابقة. لدينا مجموعة متميزة من السادة الخبراء الحضور، وقد تحدثت عنهم وذكرت أسمائهم قبل ذلك. وقبل أن أعطي الكلمة للميسرين، أعطي الكلمة للسيد كومار لمدة 5 دقائق لأن يتحدث ويذكر بعض النقاط الهامة. كومار، شكرا حضرة الرئيس، ولن أخذ 5 دقائق. أنا أعمل كممثل لجمعية الإنترنت، ولدينا عملية تمهيدية قبل إقامة هذا المجتمع. لقد استمعنا إلى مجموعات العمل المختلفة حول العلوم والتكنولوجيا وحول التنمية وحول توصية خلصت بها هذه المجموعة، والتي ذكرت أن كل جلسة من جلسات منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يركز بصورة كبيرة على قضية من القضايا المحددة. ومن ثم طرحنا هذا السؤال ووضعناه على الموقع الإلكتروني. والسؤال بالنسبة لهذه الجلسة الخاصة بالإطار القانوني لمكافحة الجريمة عبر شبكة الإنترنت موجود أمام حضراتكم على الشاشة، وأنا أعرف أن ميسرين سيقومون بمساعدتنا. وزعت على حضراتكم 9 أسئلة ستحظى باهتمامنا خلال هذه الجلسة. بعض هذه الأسئلة حول دور منتدى حوكمة الإنترنت الذي يمكن أن يقوم به بالنسبة لحوكمة الإنترنت والقضايا ذات الصلة. وأعطي الكلمة لكريس. طب مساءكم جميعا ومرحبا بحضراتكم في هذه الجلسة. كما نوقش من قبل،
فإن الجلسة اليوم ستركز على الإطار القانوني أو بالأحرى الأطر القانونية الخاصة بالبريد غير المرغوب فيه والقرصنة عبر شبكة الإنترنت والجريمة عبر شبكة الإنترنت. ومن المنظور التنظيمي فأنا كمنسق سأطلب كل من السادة المتحدثين على الجلسة عدد من الأسئلة حول موضوع من الموضوعات الثلاثة، سنغطيها موضوع تلو الآخر. سنبدأ أولا بالبريد غير المرغوب فيه أو الإسبام، ثم نقضي نحو 30 أو 40 دقيقة حول كل مجال من المجالات الثلاثة، ثم بعد ذلك سنستمع إلى وجهات النظر. وما أن يتم الانتهاء من كل من الموضوعات الثلاثة سنلتفت إلى الأسئلة التي ذكرها السيد كومار ونتابعها. وأشجع السادة الحضور لأن هذه الجلسة هي بمثابة مناقشات تفاعلية، أحث حضراتكم على طرح الأسئلة، وبعد أن يتحدث السادة الحضور حول موضوعات إذا ما كان لديكم أي سؤال من الأسئلة أرجو من حضراتكم أن ترفعوا أيديكم وأن تأتوا إلى الميكروفون وسنستمع إلى مداخلتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم. بهذه الملاحظات سنبدأ جلستنا. السؤال الأول يتعلق بموضوع الإسبام أو البريد غير المرغوب فيه. السؤال الأولي هو منظور السادة المتحدثين حول عدد من المشاكل التي تتعلق بالبريد غير المرغوب فيه، وإلى أي مدى نجحنا في التعامل مع قضية الإسبام أو البريد غير المرغوب فيه خلال السنوات القليلة الماضية. أعطي الكلمة أولا لكارين. شكرا جزيلا. تقول كارين: اسمي كارين وأنا أعمل في جمعية الإنترنت. بالنسبة لمشكلة البريد الغير مرغوب فيه الإسبام، فإن تعرضي لهذه القضية حدثت أثناء مؤتمر السابق، وكان هناك الكثير من المناقشات التي دارت حول البريد غير المرغوب فيه. كل هذه المناقشات قد دارت من خلال مدخلات الدول الموجودة. ناقشنا ما هو المقصود بالإسبام أو البريد غير المرغوب فيه، ما هي القضايا ذات الصلة بالبريد غير المرغوب فيه. بالطبع هذه المسألة كانت تمثل مشكلة كبيرة للبلدان النامية، فمن وجهة نظر البلدان النامية فإن أي مشكلة مع الإنترنت تعود وترجع إلى البريد غير المرغوب فيه بصورة أو بأخرى. كل ذلك جعلنا نشعر أننا بحاجة إلى منهج ومقاربة للتعامل مع البريد غير المرغوب فيه وفهم هذا البريد وكيف يمكن لكل هذه الدول أن تحسن من إدارة الشبكة بطريقة تجعلها تتعامل مع هذا الموضوع. وبدأنا مشروعا في جمعية الإنترنت خاص بالتواصل مع البلدان النامية ومساعدة تلك البلدان على بناء القدرات والفهم بصورة أفضل لمعنى البريد غير المرغوب فيه. حاولنا أن نساعدهم على معرفة ما هي تلك الأدوات التي يمكن أن يستخدموها ومن هم الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم بحيث يتولد لديهم فهم أفضل للخيارات المختلفة التي تقدمها شبكة الإنترنت في بلدانهم. تحدثنا معهم حول بناء القدرات وبناء منهج متعدد الأطراف بغية تشاطر المعلومات وإيجاد بنية تمكينية تساعدهم على حل هذه القضية. هذه فقط مجرد رؤية شاملة لما يتم. تقول كارين: شكرا جزيلا. اسمي سأعطي الكلمة لكريستي. شكرا جزيلا، يسعدني حضوري معكم. أعتقد أننا عندما تحدثنا عن الإسبام وكما ذكرت كارين علينا أن ننقح ما لدينا. إن البريد غير المرغوب فيه ينطوي على عدة مشاكل، مثلا البريد الإلكتروني الخاص بإعلانات تجارية، ونحن هنا لا نتحدث عن بريد إلكتروني خاص بخطابات أو بكلمات، ولكن من الشواغل التي نشاهدها هو أن بعض الدوائر تحاول هنا أن تتعامل مع البريد غير المرغوب فيه بنفس الطريقة
الطريقة التي يتعاملون بها مع أمن الفضاء الإلكتروني، وأن هناك بعض محاولات الاقتحام وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن علينا هنا أن نضع البريد غير المرغوب فيه في سياقه وفي إطاره، وهل نحن هنا نتحدث عن قضية أمنية أم لا؟ إن مسألة الإسبام تنقسم إلى جزئين، أولا إذا كان هناك تأثير على السرعة وعلى السعة وعلى الحجم الذي يتخذه، كما نتحدث أيضا عن الإسبام والبريد غير المرغوب فيه كأداة لمحاولة الاصطياد عبر شبكة الإنترنت وغيرها من عمليات الاحتيال والخداع. لقد بات من الواضح أن هناك شاغلا أساسيا، ألا وهي أننا بحاجة إلى التعامل مع هذه القضية من خلال دول العالم والبلدان أيضا بمستويات مختلفة للتعامل بها. إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نتحدث أيضا عن جهود دولية من أجل التعامل مع قضية البريد غير المرغوب فيه. وأرى أن ويكيليكس تعتبر من تلك الأمثلة التي يجب أن نتعامل معها، ومن بين القيم الخاصة بمناقشة هذا الموضوع في إطار المنتدى هو أننا يمكن هنا أن نناقش هذه القضية بمختلف جوانبها وبمختلف مستوياتها. لقد اجتمعنا إلى المنهج الخاص بإشراك جميع الأطراف، ووجدنا أن هناك محاولات للوصول إلى نظام محدد. في عام 2003 في الولايات المتحدة الأمريكية حاولنا أن نحارب ونكافح البريد غير المرغوب فيه والإعلانات التجارية التي تقتحم الخصوصية، ولكن وجدنا أنه يجب أن يكون هناك بطاقات تعريفية للبريد غير المرغوب فيه الخاص بالإعلانات التجارية وتحديدها، ووضعنا عدد من الأحكام في القانون المعني لمكافحة هذه القضية. هناك هذا القانون الذي بدأنا في إنفاذه، ولكن السؤال الأساسي هو أن النظام القانوني في حد ذاته لا يعتبر كافيا، ولكننا بحاجة إلى إشراك المجتمع التقني، ومن ثم فإن FTC كآلية للإنفاذ قد تولت الصدارة في هذا الصدد، وقد اتخذت بعض الإجراءات من أجل المساعدة على تمكين وتثقيف المستهلكين، وكان هناك عدد من القضايا الخاصة بالشركات التي بدأت تقتحم خصوصية المواطنين عن طريق إغراقهم بالبريد غير المرغوب فيه. ومن هنا أتحدث عن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، ولكن كيف يمكن أن نعمل بصورة تعاونية من أجل أن نكافح هذه القضية على الصعيد العالمي، لأنها مسألة عالمية. كما ذكرت من قبل، هناك عدد من البرامج المختلفة التي يمكن للأطراف ذات المصلحة المختلفين القيام بها، والتي نوقشت من قبل في منتدى حوكمة الإنترنت وفي مجتمعات الإنترنت الأخرى، ورأينا أن الكثير من البلدان النامية قد ذكرت أنها من أهم القضايا التي تواجهها، كما تم مناقشتها في مجموعات العمل المختلفة. هناك مجموعة أخرى قد قامت بمناقشة هذه القضية، وسنستمع منها بمزيد من التفاصيل اليوم. بعض هذه الجهود المبذولة تشرك الحكومة وتشرك الصناعات وتشرك المستهلكين، هذا معناه أن هناك بعض الجهود الرئيسة. ربما هذه القضية غير معروفة بصورة كبيرة، وخاصة في إطار الدول النامية. الدول النامية بصورة أساسية لا تعلم أن هناك جهود مبذولة حثيثة في هذا الصدد، ومن هنا تأتي أهمية منتدى حوكمة الإنترنت الذي أصبح مكانا لأصحاب المصلحة المختلفين والدول من أجل التفاعل مع بعضهم البعض. هذه الجهود تسير جنبا إلى جنب من أجل مكافحة الطبيعة الخبيثة البريد غير المغروب فيه، والتأكد من صحة شبكة الإنترنت. وسيهمنا أن نستمع من الجميع الموجودين هنا في إطار هذا النقاش، ما هي الشواغل المتبقية حول الجهود المستمرة وما هي الجهود الجديدة، ولكننا بحاجة إلى بث الوعي بحيث تفهم جميع البلدان كيف يمكن أن تتعامل مع هذه المسألة، وأن تعرف ما إذا كانت تفتقر إلى الخبرات اللازمة للتعامل معها أم لا. شكرا لك يا كريس.
شكرا لك يا كريس. لدي مداخلة موجزة للغاية. عندما نتحدث عن البريد غير المرغوب فيه، وخاصة بالنسبة للبلدان الصغيرة النامية مثل سريلانكا، فدائما ما نطرح سؤالا على أنفسنا: هل هي قضية تقنية بحتة؟ هل هي قضية قانونية؟ أم هي بالأحرى مزيج ما بين الاثنين؟ إن اتفاق الآراء وخاصة من خلال سريلانكا، نحن نرى أن هذا هو موضوع يخص المجتمع التقني ومجتمع المسؤول عن وضع السياسات والمجتمع القانوني، ويجب عليهم جميعا أن يعملوا مع بعضهم البعض من أجل مكافحتها. إن البريد غير المرغوب فيه والسبام يقتضي تضافر جميع الأطراف من أجل مكافحته، ويجب أن يكون هناك مجموعات عمل مختلفة في منتديات ومنابر أخرى تعمل على هذا الموضوع. في سريلانكا اتخذنا عدد من الخطوات، بما في ذلك إشراك مقدمي خدمة الإنترنت، بحيث تشتمل تراخيص عملهم على خطوات لتخفيف انتشار ظاهرة السبام، والمساعدة على وجود تقنيات تحد من ظاهرة السبام. ما أحاول أن أقدمه للسادة الموجودين هنا هو أن أقدم لكم رسالة واضحة، هي أن البريد غير المرغوب فيه يعتبر من المسائل الرئيسة التي تنطوي على جانب تقني وقانوني، وعلينا أن نتوقع الحذر عندما نتحدث عن هذه المشكلة العالمية. أعتقد أنه استنادا إلى التعليقات التي استمعنا إليها، معناها أن هناك عدد من المبادرات في كافة أنحاء العالم التي تتعامل مع البريد غير المرغوب فيه. ربما يوجد عدد شخص آخر طلب الكلمة قبل أن أنتقل. أنا لدي مكتب، وأنا أمثل جمعية تعمل على مكافحة البريد غير المرغوب فيه. اسمحوا لي أن أعود بكم إلى 14 عاما أو 15 عاما، ثم أقفز إلى عام 2013. عندما نتحدث عن السبام، فنحن نتحدث عن أشياء تافهة لا مغزى لها، يرى المواطنون بريدا إلكترونيا لا معنى له في صندوق الوارد لديهم. الحكومات قررت أن تفعل وتتخذ خطوات بشأن هذا الموضوع، وخاصة بالنسبة للإعلانات التجارية غير المرغوب فيها وغير المرخصة. هناك عدد أيضا من الرسائل السياسية، وهناك عدد من البريد الخاص بالموضوعات الخيرية حتى، بالرغم من أنها في حد ذاتها مقننة، إلا أنك إذا لم ترغب في تلقيها فهي تندرج تحت خانة البريد غير المرغوب فيه. إذا ما عدنا إلى الوراء قليلا، سنجد أن هناك محاولات لتحديد البريد غير المغروب فيه بلغات معينة، ووكدنا أن هناك بعض الرسائل التجارية التي لم ترغب بعض الشركات في أن تقع تحت طائلة القانون، ومن ثم بدأت ترسلها بلغات أخرى. وأعتقد أنه في المقام الأول وجود إطار قانوني ووجد قانوني يسمح لك بإرسال الرسائل وتلقي رسائل في حدود معينة، يمكن أن يكون ناجعا في مكافحة هذه المشكلة. حتى على الصعيد الدولي لا نزال حتى الآن نتلقى الكثير والكثير من تلك الرسائل، ولكن أؤكد على أن هناك مختلف أنواع البريد غير المغروب فيه. هناك بعض الرسائل الخاصة بسلع تجارية غير مسموح لهذه الشركات أو هذه الهيئات بالإتجار فيها، ومن هنا يكون الضرر الحادث بالنسبة لهذه الرسائل. وكيف يمكن لنا أن نفكر في كل هذه الرسائل؟ إذن علينا هنا أن نفكر في القانون الذي تم صياغته منذ سنوات وقد يكون مجدي دائما. أؤكد على أن الإطار القانوني
لم يمكن التعامل معه كنقطة بداية، ولكن ما يبدو أننا نسيناه هو أن هناك أداة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. هذه المبادرة من قبل هذه المنظمة قد عمل منذ سنوات عدة على التعامل مع قضية السبام، ولكن علينا هنا أن نفكر في أبعاد أخرى، ألا وهي ما هي تلك الأطراف التي يمكن أن يتم إدراجها في مكافحة هذه الظاهرة، وما هي الجهود التي تم بذلها حتى الآن. في حقيقة الأمر أنا لا أتلقى أي بريد غير مغروب فيه، باستثناء بعض المحاولات للتحايل التي تأتي إلى بريد الوارد، بل قد يكون هناك بعض المحاولات للعبة القمار، ولذا يبدو أن هناك بعض الجهود قد أتت أكلها. البعض لا يزال بحاجة إلى تطوير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة برمتها. ربما يكون هناك بعض المناطق التي لا تعاني من مشكلة السبام. إذن هنا نحن نتحدث عن وجود إطار قانوني ناجع، وعلينا أن نفهم في كل دولة ما إذا كانت هذه القضية هي مسألة ومشكلة كبيرة أم لا. إذن أعتقد أننا علينا أن نستمع إلى وجهات نظر السادة الحضور، حيث نستطيع أن نفهم منهم هل يمثل البريد غير المرغوب فيه أو السبام مشكلة حقيقية في كل دولة أو لا. استمعنا من عدد من السادة المتحدثين عن عدد من القضايا الخاصة بالتعامل مع السبام، وأنا أستطيع أن أتحدث عن كريس الذي تحدث عن وجود مجموعة عمل خاصة بوضع السياسات. هذه المجموعة تعمل مع البريد غير المرغوب فيه وأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال، وقد جاء ذلك منذ عام 2003-2004 عندما بدأت المنظمة في تأسسها، وكان هناك عدد من الوثائق التي تم نشرها عبر شبكة الإنترنت والخاصة بالممارسات الفضلة، وتم ترجمتها إلى عدد من اللغات المختلفة حتى يمكن للمستخدم أن يطلع عليها ويتغلب على هذه المسألة. هناك عدد آخر من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال مكافحة البريد غير المرغوب فيه، وقد تم نشر وثيقة عمل من قبل المعهد الشرقي والغربي الخاص بالممارسات الفضلة في مكافحة السبام. إن بعض هذه التحديات التي تواجهنا هو كيف يمكن أن نبث الوعي ونحفز المواطنين حول وجود مجموعة من الأدوات والآليات ووجود ممارسات فضلة في التعامل مع هذه القضية. كيف يمكن أن نقيم عدد من الحلول ويتم صياغتها في إطار عام وأشمل لصياغة حل أكبر. ولذلك إذا كان يمكن للسادة الحضور أن يتحدثوا حول كيفية استدامة هذه المبادرات في البلدان، خاصة تلك التي لديها خبرات أفضل في مكافحة هذه الظاهرة. كارين، شكرا. أنا من مجتمع الإنترنت، استنادا للتعقيب السابق بدأنا في التحدث عن كيفية مكافحة ما يطلق عليه البريد غير المرغوب فيه، وكيف نساعد البلدان النامية على فهم أفضل لما يعني هذا البريد، وأيضا كيفية مساعدة في مختلف البلدان على تطبيق المبادرات المتعلقة بهذا الأمر. إن التعويل ونشر المعلومات من مواقع والتي تقع وهي عبارة عن مبادرة من جمعية الصناعة التي لها جوانب متعددة لإدارة ووقف هذا البريد غير مرغوب، ولندن خطة عمل لندن هي كما يطلق عليه تعزيز وتقوية الجهات المعنية بالإنفاذ في حوالي 30 دولة، وهي آخذة في النمو عبر البلدان. إذن فهناك الكثير من الجهود المبذولة من جمعيات الصناعات التي عليها استعداد أن تتشاطر في خبرتها، ونحن نقوم بهذا في الجمعية لنشر هذه المعلومات، ونحن في مجتمع الإنترنت نقوم بعملية تسيير نشر هذه المعلومات ونجمع الخبراء. وفي سبتمبر
كنا في نيروبي وفي الأرجنتين منذ أسبوعين، حتى أن الخبراء من الجمعيات ومن مناحي أخرى تجلس وتتحدث عن كيفية التصدي لهذا البريد. إذن التعريف المشترك هي التواصل الإلكتروني غير المسموح به أو غير المرخص، وأعتقد أنكم تعرفون أننا عندما ننظر في الاي تي ارز هناك تركيز على حجم التواصل، ويمكن أو لا يمكن أن تكون ذات صلة فيما يتصل بالمخطط الكبير الذي نحن نحاول أن نتصدى به. إذن هناك كم كبير من المعلومات المتاحة، وهذا ما نحاول أن يسره، ألا وهو جمع هؤلاء الخبراء في مواجهة الصناعة والحكومات والمنظمات التقنية حتى يحدث هذا التبادل للخبرات، تبادل للمعرفة والإدارة، وذلك حتى يكونوا أكثر استعدادا لاختيار خياراتهم. إذن أعني أن البرنامج والمشروع يحتوي على ثلاثة مكونات، نحاول أن نبني على ما قام به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية وحقيبة الأدوات التي أصدرتها، حتى أننا بعد هذه السنوات نستطيع أن نتذكر من جديد ما حدث وأن نتصدى بأفضل الممارسات المتاحة لهذه الظاهرة. والآن هناك بعض الأدوات متاحة بالكامل، البعض الآخر يتطلب المزيد من الخبرة والمعرفة التقنية لتنفيذها، ولكننا نحاول أن نجمع قائمة الخيارات وقوائم المراجعة في البلدان النامية إذا ما أردنا أن نتقدم في الأمام لمكافحة هذا النوع من البريد وأن نقلل من وأن نخفف من آثاره السلبية. بخلاف الورشات لصنيع السياسات سنكون هناك ورش عمل للممارسين، وهناك أيضا ورش عمل لإدارة المعرفة، وهي يمكن أن نتبادلها ونتشاطرها معكم، وهذا يتم بالتوافق مع خطة لندن العمل وأيضا الموج وأيضا الجي اس اي حول كيفية التعامل ومكافحة البريد غير المرغوب، وهي أحد أمراض التي لا شفاء منها. هذا النوع التقليدي من بريد غير المرغوب فيه الذي بدأ منذ 20 عاما بدأ وتطور، ونحن الآن أصابتنا العدوى. إذن فأولئك الذين يرغبون في إدارة أفضل للشبكات على الأقل يجب أن يكونوا على تساوي مع التطورات الجديدة، وذلك لتقديم والقضاء على هذه العدوى في النظام وفي الشبكات، وأن يكون هناك نوع من المناعة للنظام وللإنترنت. كريس بانر بانتر من وزارة الخارجية، وكنت محقق فيدرالي وأنا أعلم كثير حول هذه الجرائم الإلكترونية. دعوني بداية أن أصادق على ما قالته كارين، نحن هنا ولا سيما من الفلدان النامية، أين أذهب وكيف أتعامل مع هذه المشكلة؟ إنني أهتم في أن أعرف كيفية التعامل مع هذه المشكلة ومن أتحدث ومن هم الخبراء. أولا هو أن أنا أتأكد أن أنشطة إثارة الوعي التي ذكرتها كارين تحظى وتستحق الأولوية. البلدان في جميع أنحاء العالم يعرفون ما هي الأدوات المتاحة ويعرفون هذه المنتديات وبناء القدرات التي تحدثت عنها كارين، وستتحدث عن جرائم الإلكترونية وأيضا الجوانب الخاصة بالأمن، وكلها متداخلة مع بعضها البعض. ثانيا أعتقد أنه كما لاحظ الجميع أن البريد غير المرغوب فيه أنه بداية لغير ذلك
هجمات شريرة أو أخرى. إذا الأمر لا يتعلق فقط بقضية البريد غير المرغوب فيه، ولكن أيضا يتعلق بالجريمة الإلكترونية ومهاجمة النظم الحاسوبية. نتحدث عن هذه النقطة فيما بعد، ولكن أود القول بأن السياسات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، الحكومة والصناعات الخاصة والمواطن العادي، وسياسات وممارسات لبلدان في جميع أنحاء العالم، ثانيا أن يكون هناك سياسات قوية لمكافحة الجريمة الإلكترونية والقوانين والقدرات وأيضا الجهات إنفاذ القانون، وكل هذا يعد مكافحة لهذه الأنشطة الإجرامية. أخيرا أقول أنه وجدت شيء مفيدا للغاية، هو جمع المجتمعات المختلفة. عندما نتحدث البريد غير الإلكتروني غير المرغوب فيه، كان وهو عرض للأنشطة الإجرامية، هناك أيضا المجتمع التقني الذي يدافع عن هذه الشبكات، وهناك أيضا القطاع الخاص الذي لديه دور أيضا، وتجميع هذه المجتمعات مع بعضها البعض أمر بالغ الأهمية. قمنا بهذا على مدى السنوات. أحد ما قمت فيه هو أنني ترأست مجموعة الجريمة الإلكترونية في IGF7، وكانت هناك أكثر من أو المجموعة 8، وكان هناك 50 دولة ممثلة، وأيضا هناك أيضا فرق الأمن. وبداية من إنفاذ القانون أو الـ FIRS كان هناك قدر من عدم الثقة، ولكن إذا أضفنا القطاع الخاص سيكون هناك رد فعل أكثر فعالية، وأعتقد أن هذا ينبغي أن يتم على الصعيد المحلي. ومن ثم فهناك الكثير من الممارسات التي يمكن أن نعول عليها، وأعتقد أن هناك أيضا بعض الممارسات التي يمكن أن نزكيها. شكرا جزيلا. أو القيام بالاثنين معا. سيد رئيس عظيم وشكرا جاي. أعتقد أنني لا يسعني إلا الموافقة على ما قاله المتحدثون السابقون، ولكن نقول من منظور البلدان النامية، أعتقد أن الكثيرين منا الذين شاركوا على أساس منتظم في الكثير من هذه المناقشات السياسية والقانونية والتقنية الخاصة بالأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية، أعتقد أننا على دراية بحقيبة الأدوات للأو آي سي دي، وأيضا مكافحة السبام أو البريد غير المرغوب فيه، وأيضا خطة عمل لندن. ولكن أعتقد القضية الأكبر هو أننا نرى من منظور البلدان النامية أنه على أساس يومي أن هذا يحدث على قطاعات مختلفة، ولكن لا تحدث بالنسبة للمستوى القاعدة العريضة. ولكن أعتقد أن هذه الوثائق متوفرة فقط باللغة الإنجليزية، وأعتقد أنه كان هناك إجابة أو استجابة على هذا، ولكن بعض الأنشطة التي تدور متاحة فقط باللغة الإنجليزية. ولكن على الأقل أن يكون هناك بعض الملخصات والنقاط الجوهرية وأوجه الحماية التي يمكن مناقشتها على المستوى التقني أو الـ ISP أو على مستوى المستخدم، ينبغي أن تكون متوفرة بمختلف اللغات. أعتقد أن هذا الجهد يمكن أن يجري تحت رعاية المنظمات المختلفة. نقطة الأخيرة كريش، أعتقد أن البريد غير مرغوب فيه أن يكون هناك استراتيجية مكافحة هذا النوع من البريد، وأعتقد أن الأمر يستحق النظر. إذا كان هناك اتجاه لوضع اتفاق يمنع هذه المشكلة من أن تخرج عن حيز السيطرة، والحاجة للإسراع في هذا الاتجاه لكي نضع
وجهد منسق لاستراتيجيات الأمن الإلكتروني على الصعيد العالمي. شكرا جزيلا. أعتقد أن الرئيس يود أن يدلي بدلوه في هذا المقام. شكرا. أود أن أضيف بعض القضايا التي لم نتحدث عنها. الأولى تتعلق بالخصوصية في هذا السياق. إلى أي حد نستطيع أن نقول إن التواصل السيء غير المسموح به بالنسبة للخصوصية ولا سيما بالنسبة لحماية حقوق المستهلك، ولكن بالنسبة للمستهلك أو كل شيء يأتي إلى صندوقي بمعنى أنه تم استخدام مساحتي، أليس من الأفضل أن نفكر إلى أي مدى أن نتوسع في النظر في الخلافات والاختلافات بين البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه وأيضا في المحمول. المبدأ الأساسي للاتصالات التقليدية هي أنه اتصال خاص، ولكن التواصل عبر الإنترنت هو اتصال جماهيري، وربما تستطيع أن تقول أهلا لأي شخص وأن تدفع أن ترسل إليه أي إعلان. أعتقد أننا نسينا هذا الجانب أو بعض الجوانب قد أغفلناها. شكرا جزيلا. هل هناك ناتريسا له تعقيب إضافي؟ خطة عمل لندن أعتقد أنها ما قدمته للعالم مكافحة البريد، هذا نوع من البريد لسنوات، واحد هذه الجوانب هو تدريب الأفراد حول كيفية مكافحة هذا البريد غير المرغوب وما هي الأدوات المطلوبة لذلك، وهذا نوع من المعرفة متاح. إذن ففي الأساس إنها دعوة للانضمام لخطة عمل لندن. إذا ما أردتم صياغة قانون حول هذا البريد، خطة عمل لندن هي قد بدأت باجتماعها في كندا، وأنا كمستشار خاص أمثل خطة عمل لندن، وأريد أن أتحدث عن الجانب التجاري لمكافحة هذا النوع من البريد. أعتقد أن التدريب الآن يجري في مونتريال، وطبعا ليس من اليسير للبلدان أن تذهب، ولا يوجد أموال كافية للذهاب إلى الجانب الآخر من العالم، ولكن هناك عدم موائمة بين العرض والطلب في هذه الحالة. إنني لا أقدم حلا لهذا، ولكن هذا شيء ربما السلطات يمكن أن تنظر في كيفية التعامل مع هذا النوع من التدريب في جميع أنحاء العالم. ثانيا أنه بالنسبة لخطة عمل لندن، السؤال الآن الطلب كان وظل كما هو، وأيضا أعتقد أنه يستحق النظر في هذا الجانب، وأن هذا لا يحدث حتى الآن، وهذه طريقة لبناء القدرات، ولكنها مشكلة تجميع المهتمين وهي مشكلة واضحة. أعتقد أن هذا الموضوع على وجه التحديد حول كيفية التوسع في بعض الأنشطة بمواج وخطة عمل لندن إلى بلدان أخرى، أعتقد أنها عملية عملنا عليها كثيرا، وذكرت كارين المبادرة بين الأيسوك ومواج، وأيضا دعمي التدريب الجاري في بلدان أخرى، والقيام بما قاله مواج من الناحية التقليدية. لديها 3 اجتماعات في العام. إذن أعتقد أن الشراكة مع الأيسوك
أعتقد أنها تساعدهم على زيادة معرفتهم التقنية والتوسع فيها في التقنيات المختلفة. كارين، نعم هذا ما نفعله، ونحن أيضا نقوم بترجمة الوثائق وغيرها من المواد التي تم تطويرها من خبراء في الميدان، وهي متاحة في لغات الأمم المتحدة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، لكي نتأكد من أنه إذا كان هناك حاجة للاستخدام فهناك نموذج ونص ومفهوم يمكن استخدامه من قبل من يحتاج إلى هذه المعلومات. وجهنا هذا الأمر في أوجه مختلفة، ونحن ننظر في الصيغة التقنية التي تطورت في هذه الوثائق على مدى السنوات حتى نتأكد من أنها مفهومة باللغات المختلفة، وتقديم سياق فيما يتصل على الأقل بحقيبتي الأدوات التي نحاول تجمعها حتى نفهم الخطوة الأولى التي نحتاج لاتخاذها. وهناك مواد متاحة يمكن أن تكون مفيدة لك حتى تستطيع أن تثقف نفسك، ثم تتعرض للاختيارات المتاحة. سيكون هناك فرد فيما يتصل بما يمكن تنفيذه وكيف يمكن إدارته، ولكننا نحاول أن نقدم جميع التفاصيل في العملية لأن هذه التفاصيل بالغة الأهمية. شكرا جزيلا سيد بوير. تجاوزنا الوقت بربع ساعة، أعتقد أن هناك أسئلة أخرى، وأذكر من لديه سؤال أن يقدم أو تقدم نفسه. قدم نفسه أو تقدم نفسه. شكرا ومرحبا بكم جميعا. سأتحدث اللغة الأسبانية لأن هذه لغتي الأم. اسمي ميو فومو، وأنا المفوض للجهاز التنظيمي للاتصالات في المكسيك، والذي يعد وأنشئ بعد إعادة التنظيم الدستورية للاتصالات في بلادي، ويغطي كل ما يتعلق بالاتصالات وقطاع الحاسوب. المثير وما نراه هنا هو أنه كان هناك جهد جهيد لتقليل الحد الأدنى ما يحدث في القطاع الشرير الخبيث، ونظرا لأني رئيس هذا القطاع في المكسيك أعتقد أننا وقعنا على القوانين النهائية لكل هذه الاتفاقات الدولية مع بلدان في جنوب أفريقيا مثل البرازيل وأوروغواي وغير ذلك من البلدان غير اللاتينية مثل الدومينيكان، وهناك العديد من البلدان التي وقعت هذه الاتفاقات. وإنني أتساءل فقط عن مسألة بناء القدرات، ولكن في واقع الأمر إننا نحتاج إلى بناء القدرات، ويريدون أن يعرفوا المعرفة التي تعد جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. ولكن عندما تكون في منصب مراقب أو منظم للاتصالات الدولية لا تستطيع أن تستخدم كلمة سبام أو بريد غير مرغوب فيه، لأن بعض البلدان ترفض هذا، لأنه بدلا من التحدث عن سبام ولكن نتحدث عن الاتصالات غير المسموح بها، وذلك لاتخاذ التدابير المطلوبة لمكافحة هذا النوع من الاتصالات والتقليل الحد الأدنى من أثارها. والدول الأعضاء ستتعاون في هذا الصدد، وإنها مشكلة دولية، هذه هي النقطة، ليست مشكلة محلية. بالطبيعي تم وبالتأكيد تم عمل كبير في هذا المجال، ولكن نريد أن نزيد من التواصل الدولي. ثانيا نريد أن نقلل من الحد الأدنى من المشكلة،
ولكن في ذات الوقت نحتاج لمزيد من المعلومات والقدرات التقنية. السبام بدأ منذ 20 عاما وكان موجودا لفترات طويلة، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الآراء التي تأتي من خبراء الشر، ولكنني كنت أعمل من ناحيتي في الجوانب التقنية سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني في هذا المجال، ونحن نعمل مع اليابان على سبيل المثال، وتعلمنا كثيرا. أننا أحتاج لمداخلتنا أن تكون أكثر فعلي. البريد غير المعروفي لا يتعلق فقط بالقدرة والمعرفة المتاحة لبلد ما، ولكنه أيضا يتعلق بالأمن الوطني، والمكسيك أفضل مثال على ذلك. ففي المكسيك رأينا أنه في بعض المجالات لدينا قدر كبير من البريد الإلكتروني الذي أرسل من اللابتوبس أو الحاسوب المحمول. عندما تضغط على رابطة داخل البريد الإلكتروني، ما يفعلونهم أنهم يستدعون خط شرطي للطوارئ. إذن هؤلاء الإجراميون يستخدمون النظام للتغلب وأخذ وأن يمنعوا الشرطة من أداء عملها. ولكي تصحح وتوقف مثل هذا، أنت بحاجة إلى قدرات هائلة في عالم القدرات، وذلك للتصدي لهذا العالم الإجرامي. ونحتاج لاستراتيجية دولية لمكافحة هذا النوع من الهجوم، ومن ثم فنحن نريد أن نكون جزءا لا يتجزأ من اللوائح المنظمة للاتصالات الدولية. شكرا جزيلا. هل هناك من يريد أن يرد على هذه الأسئلة من المتحدثين؟ لا أعتقد أن الناس تخلطوا من أن من ممكن أن يكون للبريد غير المرغوب فيه أن يكون موضوعا لهذا النقاش وفي ال WCIT. وأعتقد أن الجميع أعتقد أن هذا شاغل قانوني ينبغي أن نتصدى له، وأي شخص يعتقد أن هذا يحتاج إلى تعاون دولي. لم أستمع إلى أي من زملائي هنا يقول أن هذه حلول محلية يمكن تطبيقها. هذا جزء، ولكن هناك أيضا حلول تم التحدث عنها التي يمكن أن تساعد على التعاون الدولي الأفضل. وأعتقد أن القضية تثار عندما نبدأ في الحديث عن نخلط بين التعاون الدولي والسياسات وتهديدات والتي يمكن أن تواجه عن طريق تعزيز القدرات. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا نقول أن هذه مخططات التنظيم الدولي للاتصالات، ولكن علينا أن ننظر في الأفضل والأكثر فعالية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الدولي من أجل تعاون أفضل. شكرا جزيلا. أعتقد أنه هناك مشاركة من خارج المائدة. لدي تعقيب للسيد بانر، قال إننا علينا أن نبذل المزيد في البلدان النامية، وينبغي أن يكون هناك استراتيجيات لوقف الجريمة الإلكترونية. السؤال الآخر، كيف يمكن أن نساعد البلدان النامية مثل أوغندا على أن توقف هذه الجرائم دون أن تدخل في دوائر الجريمة الإلكترونية؟ نحن ننتقل سريعا وسنناقش الجريمة الإلكترونية فيما بعد، ولكنني أعتقد أن السبب الذي لديك قوانين جيدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والقدرات الأفضل والتعاون الدولي وكل القضايا التي سنتحدث عنها فيما بعد،
نواجه تهديدات على الانترنت، ولكن النهوض بالاشياء والجوانب الطيبه، كل السياسات وبناء القدرات وايضا القدرات وتعزيز وبناء القدرات لمكافحه الجريمه الالكترونيه بطريقات تمكن الثقه. ولكن كيف يمكن للبلدان الناميه على وجه الخصوص اعتماد سياسات جيده في هذا المجال؟ هذا يتعلق بجهود بناء القدرات، وقمنا بهذا في جميع انحاء العالم. الولايات المتحده قامت بهذا وغيرها من البلدان، واعتقد اننا قمنا جميعا بهذا المجهود. اتيت من مؤتمر في كوريا الجنوبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية في سول، وخاصة وأحد الموضوعات في هذا المؤتمر كان بناء القدرات في جميع أنحاء العالم وبناء شبكات التعاون للتصدي لهذا النوع من الجرائم والقضايا المتعلقة، وأيضا في جميع أنحاء العالم. دبليو دي ناتارس، أنا لست دبلوماسيا وسأتحدث بصفتي الشخصية، ما يطلق عليه سبام أو البريد غير مرغوب فيه في التشريع الهولندي، وهو تقريبا ترجمة لتوجهات السياسة الاتحاد الأوروبي، ويستخدم بأنه التواصل التجاري غير المرغوب فيه. هذه هي المصطلح الرسمي. أما سبام أو البريد غير المرغوب فيه فهي ما تعرف عليه وما تم تداوله. إذن وهنا جاءت المصحة. إذن الأمر التالي هي أن الجريمة الإلكترونية، وعندما نتحدث عن البريد غير المرغوب فيه يعني في إطار الإعلانات غير المرغوب فيها التي تحاول أن تؤثر على أجهزة المستخدم النهائي، أعتقد أن هذا يأخذنا إلى مناقشات مختلفة، لأننا ننطلق من السبام كإعلان غير مرغوب فيه أو غير مرخص له إلى جريمة أو تدليس أو انتحال، وهذا بالتالي يأخذنا إلى الجريمة الإلكترونية، إن إرسال الرسائل ليست إلا وسيلة للوصول إلى الهدف، وهي أداة. إذن السؤال هو هل يمكن للجريمة الإلكترونية أن تأتي إلى بلد ما؟ نعم، إن الأمر مثله مثل ما يحدث في الشارع، وأعتقد أنهم نحاول دائما أن نبقي الناس بعيدا عن الجريمة، ولا نستطيع طوال الوقت أن نكون في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. وفي الحياة الحقيقية يمكن عادة أن ترى ما يدور في الشارع وتريد أن تدخل، ولكن حتى عند يقوم السائق بالقيادة وهو على سبيل المثال مخمور، لا يوجد هناك أي ضمان لمنع الحوادث في هذه اللحظة، ولكننا ندفع الجرائم بعيدا قدر الإمكان مثل ما يحدث في الحياة الحقيقية. ثم هناك مجتمع يثبت في قدر الإمكان عبر الإنترنت وكثير من الفرص للأعمال، ولكن أيضا للأشخاص، وهنا التفريق بين السبام والمحتوى لهذا البريد هو ما يعنينا. شكرا جزيلا. Thanks, Chris. I think شكرا. أعتقد أنني سأجيب على السؤال من المتحدث عن بعد. وهو متعلق بجريمة الفضاء الإلكتروني في الدول النامية وفي
المجتمعات المحلية في بلدانكم يسعى الجميع إلى تعزيز وتحسين خدمة الإنترنت والجوانب الطيبة التي تحتويها. الحكومات أيضا تقوم بدور أو يجب أن تقوم بدور مرتبط بجريمة الفضاء أو الجرائم الفضائية. وهناك جوانب سلبية تترتب على هذا النوع من الجرائم يجب تسليط الضوء عليها، لأنها تعطل النمو الاقتصادي للدولة، لأنها وتعطل الجانب القوي المرتبط بالإنترنت. وعلى هذا الأساس تعتبر هذه الجريمة ذات أهمية خاصة. الصحف المحلية تسلط الضوء على عمليات الغش والخداع وسرقة البنوك وغيرها، وتضعها في أخبار الصفحة الأولى، إلا أن الحديث عن الجوانب الجيدة التي تفيد الاقتصاد من الإنترنت وتجعل الاقتصاد يقفز قفزات كبيرة، هذه الجوانب الإيجابية لا يرد ذكرها إلا في الصفحات الثانية أو الثالثة إن ورد على الإطلاق. هذه هي بعض النقاط التي تؤكد عليها بعض الحكومات وبعض المنظمات، ولا تستطيع أن تسلط الأضواء على حسنات الإنترنت بل تركز على السيئات. أرجو أن أكون أجبت عن السؤال الذي أتى من المشارك عن بعد، ولعل بلدكم تحتوي على منظمات تساعد على حل مثل هذه المشكلة. أنا أتحدث عن خبرتي في سريلانكا، ونحن قد قمنا بتحسين نظم البنوك حتى لا تقع فريسة مثل هذه الجريمة. شكرا جزيلا. سيكون هناك بعض أسئلة من الحضور، سنعطيهم الفرصة، لذلك تفضل. أرجو تقديم نفسك. شكرا. ليس لدي سؤال، لكن سأتحدث عن نقطة مهمة تتعلق بالرسائل غير المرغوب فيها. إنه مرض لا شفاء له، نحن لازلنا نعاني من هذا المرض رغم إمكانية التقليل منه. هناك بعض المزايا التي يمكن أن نتمتع بها بطبيعة الحال كما قلتم، وعندما نستمتع بهذه الخدمة إلى أقصى حد بدون تدخل هذا لا يثير عندنا أي مخاوف. أما دور الحكومة ومسؤوليات الحكومة وقطاع الأعمال فإنه ضروري. أعتقد أن العملية التنظيم يجب أن تعطي لمرسلي رسائل الإسبام بعض الخيارات. في كثير من الأحيان المستهلك لا تكون لديه حرية الاختيار بل تفرض عليه هذه الرسائل رغم القيود الموجودة أو المتطلبات الموجودة. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يؤيد مزيدا من التنظيم، يعطي المستهلك حرية الحصول على المعلومات التجارية التي يريد الحصول عليها. شكرا. السؤال التالي. شكرا سيد الرئيس على إعطاء الكلمة مرة أخرى. عندي سؤال أعتقد، ونحن نشارك في هذا المؤتمر،
أننا نقلل من عدم فهمنا أو للرسائل التجارية غير المرغوب فيها. السياق موجود، هذه حقيقة واقعة. السبام أو الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها حقيقة واقعة. لوائح الاتصالات الدولية مفهومة ومعروفة وتسمح تساعدنا على أن نفهم إلى حد كبير هذه الرسائل. المشكلة ليست في الرسالة ذاتها بل في فحوى أو محتوى الرسالة. معظمها تعتبر رسائل إعلام إعلانية تأتينا بالمجان، فبعض أو كثيرون منا يحذفها، والبعض الآخر يطلب الشركة المسؤولة لإيقاف أو منع وصول هذه الرسائل. هذا يتعلق بالجريمة الإلكترونية، جريمة الفضاء الإلكتروني والأمن المتعلق بها. يجب أن لا ننأم بأنفسنا عن هذا، بل يجب أن نضع لأنفسنا استراتيجية للتعامل مع هذه المواقف الجديدة التي تحدث ليس فقط عن طريق الإنترنت بل عن وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى. هل هناك من يريد أن يرد على هذه التساؤلات؟ يمكن القول أن المجتمع التقني أحيط علما بهذا، وأن قوة العمل أو مجموعة عمل الإنترنت الفنية تتعامل مع مثل هذه القضايا. التي تتعلق بالرسائل الصوتية والرسائل الخطية التي ترد عن طريق الإنترنت، وأن حلولا فنية لمثل هذه الأعمال يتم التوصل إليها حتى يتم القضاء على الآثار السيئة أو الرسائل السيئة. سياسات الحكومة لابد أيضا أن تعتمد العمل على هذه الإجراءات والقضاء على الجرائم المالية أيضا المتعلقة بها. لابد أننا قد توصلنا إلى حل تقني لمثل هذه الأمور، إلا أن هناك الكثير من المناقشات التي ما تزال جارية حولها. ليست القضية قاصرة على الرسائل غير المرغوب فيها أو السبام، بل الأنشطة السيئة أو الخطيرة الأخرى. الحلول في الطريق. شكرا لكارين. يبدو أن هناك مزيدا من الأسئلة، فلنبدأ بهذا الجانب. أرجو تقديم نفسك. اسمي جيسي داوسكي، عندي شركة للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الطريف أن الجميع يفكرون أن السبام يقتصر على الرسائل التجارية غير المرغوب فيها فقط. ومن وجهة نظري أنا عندي كثير من خدمات البريد، وأعتقد أن هذا نوع واحد فقط من أنواع الرسائل الإلكترونية التجارية. هناك أنواع أخرى مثل الفيشنج و المالوير، وكلها رسائل تحتوي على إما نصب واغتيال أو عمليات فيها فيروسات أو
وهذه قد تكون شديدة الخطورة أيضا. إذن المشكلة ليست قاصرة على الرسائل التجارية، بل هناك أخطار تهدد المجتمع العالمي. علينا أن نهتم بجانب التدريب للتعامل مع هذه المخاطر. الجانب الآخر من وجهة نظري هو أن الرسائل الغير مرغوب فيها ليست قاصرة على الرسائل التجارية فقط، ولكنها تتعلق بمجالات أخرى مثل الاحتيال، مثل السرقة، مثل التوقيع، تقليد التوقيع للحصول على خدمات أخرى باسم الغير، انتحال صفة، أيضا الدخول غير المسموح به على حسابات البريد الإلكتروني، والدخول على الخدمات الأخرى. أيضا هي دائرة مستمرة. الإيميل أو البريد الإلكتروني ضروري، أصبح ضروريا لكل منا، وهو يعتبر من أساس الجرائم الإلكترونية. شكرا. عندي تعليق بسيط حول تعريف الإسبام والمجموعات الأخرى. هناك ممارسات كثيرة تحتاج إلى تعريف فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني. كارين وأنا أجبنا عن بعض الأسئلة وأشرنا إلى الشروط وبعض المصطلحات. كلمة سبام تتعلق دائما بالبريد الإلكتروني، ونفس الحال بالنسبة لكلمة فيشنج، وهي أكثر تحديدا من السبام، وكلها تتعلق بأنشطة شريرة أو سيئة أو خبيثة، تتعلق بالسرقة أو الدخول غير المشروع على الحسابات الإلكترونية. وأعتقد أن IGF لها دور كبير في هذه في مواجهة هذه الأنشطة فيما يتعلق بتعزيز القوانين وتعديلها لمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها. المتحدث من المكسيك وصف هذه الأعمال بأنها تشبه الجريمة على أرض الواقع التي تتعامل معها الشرطة، وهذه فعلا قضايا مهمة يجب التعامل معها. ويجب ألا نقلل من خطورة هذه الجرائم، وألا نكتفي بأنها سبام أو رسالة خطأ أو رسالة سيئة، فهي أكثر من ذلك. شكرا. أعتقد أن ما قلته سليم تماما، لأن هذه الرسائل تتجاوز في خطورتها مجرد أن تكون رسائل تجارية فقط أو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فقط. هذه خلفية، وهناك مشاكل تتعلق بعدم كفاية القوانين للتعامل مع مثل هذه الجرائم. في الجريمة العادية تحتاج إلى الشرطة، وفي هذه الأيام هناك الملايين الدولارات واليوروهات التي يتم ابتزازها أو سرقتها عن طريق هذه الرسائل. إذن فهي جريمة تستحق المكافحة. هناك قضايا جديدة تعتبر مثالا على أهمية التدخل الأمني في كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تتعرض لهذه الهجمات، وسنناقش هذا في حينه. أيضا هناك قوانين طرحت عام 1999 وتم تعديلها في 2001، وكلها قابلة للتعديل، ولعلنا نبدأ الآن في دراسة
قدرات صانعي القانون على تفهم هذه القضايا والتعامل معها. هل الهيئات الموجودة مؤثرة وفعالة في التصدي لهذا النوع من الجرائم؟ وهل يمكن أن تساعدنا في هذه القضايا؟ لأن أحيانا الشرطة لا تهتم بالقدر الكافي بهذه الجرائم الإلكترونية، رغم أن هناك ملايين الدولارات تضيع على الاقتصاد بسبب هذه مثل هذه الجرائم. وأيضا لابد من وقوف الجناة أمام المحاكم لتلقي جزائهم. بمعنى آخر، الغرامات قد التي تفرض على المخالفين قد لا تكون كافية، بل لابد من وجود عقاب رادع للمخالفين. إذن العقوبة لابد أن تكون مغلظة أكثر مما هي عليه الآن. شكرا. أعتقد أننا سنأخذ عددا آخر من الأسئلة حول هذا الموضوع المتعلق بالسبام والهاكينج. سنتحدث عن الهاكينج، لكن قبل ذلك سنأخذ بعض الأسئلة. سؤال من كينيا حول مسألة التشريعات والقوانين ودور الحكومة والمجتمعات المحلية أو المدنية وأهمية مراجعة القوانين، وخاصة البلدان النامية لابد أن تعيد صياغة قوانينها لحماية كافة الأطراف وحمايتها بهذه التشريعات الجديدة ضد الجرائم الإلكترونية. وشكرا. هذا تعقيب وليس سؤال، لكن هل هناك من يعقب عليه؟ هناك سؤالا آخرا، قدم نفسك تفضل. شكرا. اسمي جون لابريز، أنا أستاذ جامعي. عندي سؤال لكارين. تحدثنا عن ITIFS والتعامل مع القضايا في المكسيك على الشبكة. إذا نظرنا إلى الإسبام على أنها مشكلة تؤدي إلى عدم الاستقرار، عندي صفحة على الآيباد تقول في عام 1999 كانت هناك أفضل ممارسات للتعامل مع الإسبام، وكان تم العمل على هذه القضية لإيجاد نوع من الاستقرار في هذا المجال، إلا أن الجانب الهندسي كان يحتاج إلى مزيد من العمل. إذا أعتقد أننا ما زلنا نعمل في على إحداث نوع من الاستقرار في هذا الموضوع، وليست هناك وسائل إدارية كافية حتى الآن. العمل لا يزال جاريا ومجموعات العمل أيضا مستمرة في ممارسة نشاطها. حتى عملية تحديد المرسل والمستقبل لا زالت عمليات تتضمن أنشطة كثيرة جارية حتى الآن. لا يمكن تحديد الرسائل السيئة بهذه السهولة. هناك مبادرات أخرى تتم أيضا في الوقت الحالي، وهي تتفق مع ما تقوم به قوات العمل أو مجموعة العمل الهندسية في أماكن متفرقة، وتتعاون بنشاط في مبادرات متعددة مع الشركات المشغلة.
لتحسين إدارة هذه التعاملات. هناك بعض الدول التي تحتوي على أعداد ضخمة جدا من الرسائل غير المرغوب فيها التي تحتاج إلى تعامل أكبر. شكرا لك يا كارين. سنعود إلى مزيد من الأسئلة فيما بعد. أنا اسمي بيك كريزنك. أنا خبرتي في الجانب الفني التقني، لكن عندي سؤال عن الجانب القانوني. أنا أعمل في العديد من المؤسسات الأمريكية. القانون يبدو أنه غير مؤثر تماما، غير فعال تماما، لأن عدد الرسائل السبام كبير جدا، وهؤلاء يستخدمون آدات فنية للتعامل مع السبام ولا يستخدمون القانون. ولذلك فإن قدرة القانون الآن ليست لها السمعة الطيبة، و هناك شركات تعتبر غير جيدة في تقديم الخدمة، خدمة البريد الإلكتروني، لأنها تسمح بخروج المزيد من هذه الرسائل حتى تحصل على أموال من هذا البريد التجاري. أنا لا أتحدث عن الجريمة الفضائية أو الجريمة الإلكترونية، بل أتحدث عن الاستفادة من القوانين من الرسائل التجارية غير المرغوب فيها. لابد من وجود نصوص قانونية مشددة وإحداث تعديلات أو تغييرات على القوانين، بحيث يمكن رفع قضايا ضد هذه الشركات التي ترسل أو الرغبة في إرسال رسائل غير مرغوب فيها تجارية، لأن هذه الشركات تستفيد من رسائل السبام. هل تريد أن تعقب؟ سأحاول التعقيب. إذا مايكروسوفت عملت ذلك عدة مرات في الولايات المتحدة الأمريكية ورفعت قضايا ضد بعض الشركات التي كانت تقوم بذلك، لكن ومن حق كل واحد في الولايات المتحدة أن يرفع قضية على مرسلي رسائل السبام، لكن من الذي سيفعل ذلك أولا؟ هل هي شركات الإنترنت أم الأفراد؟ يمكن أن أعقب على بعض العمل الذي قامت به مايكروسوفت، لكن الشرطة لها دور كبير في ذلك. أنا نسيت الاسم منذ عدة سنوات، تم تخفيض السبام بنسبة مرتفعة جدا، كان هناك نشاط كبير تم القيام به ضد لمكافحة الهاكينج والسبام، وكانت FBI عاملة مع مايكروسوفت في هذا الشأن، أعتقد أنهم ما تزال هناك أنشطة في الولايات المتحدة للتصدي لهذه التحديات. أعتقد أن هذه الممارسات تخضع للقانون ومرتكبيها يتعرضون للجزاءات. اسمحوا لي أن أتابع. أنا لم أتحدث عن الجانب الجنائي أو الإجرامي، لكن كنت أتحدث عن الناس الذين يستخدمون الإنترنت
لتوليد دخل من هذه الرسائل التجارية بإرسال هذه الإيميلات التجارية إلى الأفراد محففين بذلك أرباح من ورائها. أعتقد أن هذه القضايا يتعرض لها القانون التجاري الأمريكي. هل هناك أي أسئلة أخرى عن السبام؟ هل هناك سؤال؟ الرئيس لديه تعقيب ثم سننتقل إلى موضوع الهاكينج. Di Indonesia itu termasuk di Indonesia هناك قضايا مدنية ترفع ضد هذه الأعمال و وهذا اعتمادا على نصوص موجودة في القانون. يمكن رفع قضايا مدنية وليست قضايا جنائية في هذا الشأن. وشكرا. شكرا جزيلا. هذا يقودنا إلى الحديث أو إلى انتهاء الحديث عن الإسبام والبدء عن موضوع آخر وهو الجرائم الإلكترونية والتركيز على الهاكينج على وجه التحديد وعلى قضايا الأمن الفضاء الإلكتروني. وأريد منكم إبداء الملاحظات والمشاركة في المناقشات حول الأمن الفضاء الإلكتروني من الناحية العالمية أو على المستوى العالمي، ونريد أن نستطلع آراءكم حول الأطر القانونية وكيفية تقوية هذه الأطر لكيف تتعامل مع الجرائم الفضاء الإلكتروني. من سيبدأ؟ كريس سيكون الأول مرة أخرى. عندي بعض الخبرة حول هذا الموضوع. في التسعينات كنت أقوم بالتحقيق في بعض الجرائم المتعلقة بالهاكينج على والدخول غير المشروع على حسابات البريد الإلكتروني، وشاركت في وضع استراتيجية للأمن الفضاء الإلكتروني وقمنا بحملات مختلفة. الرئيس أوباما أيضا قام بحملة في هذا الصدد وأنا شاركت فيها، والحملة كانت تهدف إلى تقوية أمن الفضاء الإلكتروني على المستوى الدولي. وعملنا خلال 20 سنة الماضية في هذا المجال، وكثفنا النشاط خلال 5 أو 6 سنوات الماضية، وتوجد استراتيجية وطنية تشارك فيها حوالي 25 دولة تعمل في استراتيجيات محددة تهدف إلى رفع الوعي بهذه الجرائم وخاصة في قطاع الأعمال في هذه الدول. الاستراتيجيات في الولايات المتحدة وفي دول أخرى كانت قوية واعتمدت في البداية على قطاع الأعمال وعلى المجتمع المدني، وبدأت تتسع لتناقش قضايا مختلفة في منذ العام الماضي، ونحن نركز على خطوات جديدة لتحقيق أمن الفضاء الإلكتروني. والرئيس أوباما أصدر أمرا تنفيذيا وبعض التوجيهات حول أمن الفضاء الإلكتروني، وطلب بتعزيز أنشطة المنشآت والجهات الوطنية لمكافحة الممارسات غير المشروع بها وتحسين بيئة الفضاء الإلكتروني.
ومنع التهديدات المتزايدة التي تؤدي إلى إحداث أخطار وتنتهك سرية المعلومات وسرية المعلومات التجارية على وجه التحديد. وقد أثار الرئيس هذه المشاكل وطالب بوضع إجراءات أفضل لمكافحتها على عن طريق الإنترنت، كما طالب بالتعاون الدولي في ذلك. الأمر التنفيذي لابد أن يكون مدعوما باستراتيجيات وخطط عمل وطنية لتحسين نظم المعلومات وإيجاد طرق للمشاركة مع الأطراف المعنيين الآخرين والوقاية، تعزيز الوقاية من هذه الجرائم ووضع سياسات وتنفيذها بطريقة عملية من وجهة نظر السياسات. هناك حاجة إلى التعاون الدولي، ومنذ عام 2000 على سبيل المثال هناك 5 قرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطبقها الحكومات من أجل زيارة التوعية وتحسين المفاهيم، وهي قرارات تعاقب سوء استخدام المعلومات على الإنترنت وتعرض مرتكبي جرائم الفضاء الإلكترونية للعقوبة. هناك قرار يتحدث عن ثقافة أمن الفضاء الإلكتروني وحماية المعلومات الحرجة والبنية الأساسية لتيسير التعاون الدولي. هناك قرار آخر يتعامل مع مسؤولية الحكومات العاملة مع شركاء آخرين لفهم أدوار ومسؤوليات الحكومات وهذه الأطراف في الأمن الإلكتروني. وهناك قرار آخر يتحدث عن ضرورة عمل أو مشاركة المنظمات الدولية في مكافحة الجرائم الفضائية. هناك قرارات أخرى على الأمم المتحدة لتعريف هذه المفاهيم، وكلها تدعو إلى التعاون الدولي الكبير في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وهناك منظمة دولية ندعمها في الولايات المتحدة الأمريكية مثل مجموعة الإسيان وجامعة التعاون الاقتصادي الفني في آسيا والباسيفيك والاتحاد الأفريقي وOECD والاتحاد الأوروبي وغيرها، أن كلها من الجهات التي نتعامل معها، إلا أنه تنقصنا الخبرات الدولية للتعامل مع هذه الجرائم. وقد سمعت عن هذه المشكلة في كثير من الدول، كما بناء القدرات في هذا المجال يعتبر بالغ الأهمية ويجب أن يعطى الأولوية الأولى، وخاصة في الدول النامية التي يجب أن تحسن قدراتها وتزيد من معارفها حتى يمكن بناء القدرات للتعامل مع الجرائم الإلكترونية. هذا المؤتمر وغيره يجب أن يتناول مثل هذه الجرائم بالمناقشات، وأن يتم تعزيز التعاون وتحسين قدرات الدول على تعريف الجرائم الإلكترونية حتى يخضع مرتكبيها للعقوبة القانونية. هذه الجرائم تتزايد وخاصة في أفريقيا و أجزاء أخرى من العالم، ولذلك ينبغي حماية هذه الأطر ووضع استراتيجيات للمكافحة. هذا هو فقط أحد الجوانب العملية التي تكون مطلوبة هنا. وقد تحدثنا قبل ذلك عن إجراءات أخرى. المناقشات الجارية هنا يمكن أن تساعد هذه الدول.
على تبني استراتيجيات وطنية حتى يمكن أن تتعامل مع هذه الجرائم. القوانين وتنفيذ القوانين وتنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات بودابست وغيرها، هذه كلها يجب مراعاتها حتى يمكن القضاء على هذه الجريمة. Other panelists. شكرا لك يا كريس. هل هناك من متحدث؟ يمكن أن نستمع إلى تعليقات السادة الحضور. كريس، مرة ثانية من منظور دولة الناشئة، فإن الجريمة الإلكترونية والفضاء الإلكتروني وأمنه يعتبر من الموضوعات الهامة. نحن بحاجة إلى تدابير بناءة من أجل أن نتعامل مع هذه الظاهرة العالمية. وحتى بالنسبة لدولتي، واسمحوا لي أن أشاطركم خبرة بلادي، هناك تركيز كبير واهتمام كبير أعطي خلال السنوات السبعة الأخيرة أو الثمانية الأخيرة لمسألة الاستراتيجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما في ذلك مكافحة القرصنة عبر شبكة الإنترنت، الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، محاولة القرصنة على المواقع الإلكترونية المصرفية. إضافة إلى ذلك هناك مسألة الإرهاب. إن الجريمة الإلكترونية أصبحت من الأدوات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والدول التي تمارس الإرهاب من أجل القيام بأعمالها وأنشطتها الإجرامية والإرهابية. ومن هنا فإن سريلانكا قامت بتبني استراتيجية شاملة تتعامل مع الجوانب التشريعية من أجل التعامل مع هذه المسألة، كما أن هناك منهج تقني انتهجته أيضا. أكدنا في سريلانكا على أهمية وجود مركز للتنسيق ما بين الجهات المختلفة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وقد استطعنا من خلال هذا المركز أن نتعامل مع هذه المسألة. قمنا بوضع نظام تعاوني للتعامل مع القضية المشتركة التي تحدث عنها كريس وشرحها منذ برهة قليلة. من المنظور القانوني فنحن نعلم أن إذا ما كانت القضية والمسألة كبيرة يمكن للدولة أن تراجع مجموعة من الممارسات الفضلة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن النقطة الأساسية هو أن هناك احتياجا متزايدا للتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة عبر الإنترنت. لا يوجد دولة وحدها تستطيع أن تتعامل مع هذه الظاهرة، حتى بالرغم من وجود تحقيقات داخل دولتنا، ولكن قد تكون بحاجة إلى بعض المعلومات في أوروبا، في أستراليا، في اليابان، في الصين أو في أي دولة أخرى. ولذلك فنحن بحاجة إلى تعاون دولي، ونؤكد على ضرورة وجود تنسيق بين السياسات والاستراتيجيات. إن سريلانكا اختارت أن تتبنى الإطار الموجود باتفاقية بودابست التي تحدثنا عنها، وطريقة التأكيد على الاحتياج على التعاون والتنسيق تعتبر من أهم النقاط على الإطلاق، وذلك لأن المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدان يمكن أن تساعدنا على مكافحة الجريمة الإلكترونية. واسمحوا لي أن أتوقف هنا. شكرا، ممتاز. شكرا لك يا كريس. اسمحوا لي أن أتحدث بصورة تشخيصية هنا. أنا أمثل الجهة التي ستتحدث في الغد وتقدم بعض الأمثلة الخاصة بكيفية مكافحة التهديدات ذات الصلة بشبكة الإنترنت والجريمة الإلكترونية، ولذلك سأحاول هنا أن أبقي على ملاحظاتي، ولكن أعطي الكلمة لمندوبة هولندا لتتحدث حول أهم الأحداث الخاصة التي تم التعامل معها في هولندا منذ العام الماضي.
شكرا جزيلا. اسمي نينا نيلسون وأنا أعمل مع وزارة العدل والأمن الهولندية. وحيث أننا نتحدث عن الأمن عبر شبكة الإنترنت والقرصنة الإلكترونية، فأعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن أشاطركم في بعض القضايا التي تعاملنا معها، ولكن سأحاول أن أوجز القول أنه في الغد سيكون هناك مزيدا من التفاصيل. كارن، تحدثت عن ترجمة السياسات ووثائق السياسات وإتاحتها بلغات مختلفة، فضلا عن توفير الخطوط التوجيهية الخاصة بالاستراتيجية، ولكن حيث أن الإنترنت يبدأ من القاعدة على الصعيد الوطني، ولذلك فنحن أيضا في هولندا بدأنا في إتاحة هذه الوثائق عبر شبكة الإنترنت للمجتمع المحلي بلغتنا وأيضا باللغة الإنجليزية. إذا كنتم مهتمين بهذه الوثائق فلدينا عدد من الأمثلة التي تركز على المنهج متعدد الأطراف، ونتحدث أيضا عن المستوى الاستراتيجي والتكتيكي. مثلا فإن مركز الجريمة الفضائية يشرك في أعماله الشركات من القطاع الخاص والأكاديمي وحتى المبادرات الفردية حول سلامة وأمن الإنترنت. كل ذلك يرتبط ارتباطا لصيقا بالمركز المعني بمكافحة الجريمة الفضائية. إن مثل هذا التعاون يقدم نماذج ويتم إتاحتها للعديد من الشركاء العالميين. لدينا أيضا مجموعة كبيرة من دراسات الحالة التي نقوم أيضا بتوثيقها ووضعها، ونحاول هنا أن نناقش الأمر على المستوى الاستراتيجي والمستوى التقني حتى يكون هناك نوع من الالتزام من قبل كافة الأطراف ذات الصلة. نحن بحاجة إلى التركيز على الالتزام من قبل كل هذه الأطراف وإحضارهم إلى منتدى المناقشات. السؤال هو كيف يمكن أن ندرج كل هذه المبادرات الدولية وأيضا المبادرات الثنائية، وهل هناك فجوة ما بين جانب العرض وجانب الطلب لمثل هذا النوع من تشاطر المعلومات؟ كيف يمكن أن ننظم بصورة أفضل مسألة العرض والطلب من أجل تشاطر المعلومات على هذا النحو؟ شكرا. شكرا. هل هناك من السادة المتحدثين من يرغب في أخذ الكلمة حول هذا الموضوع؟ كارين، شكرا لك. اسمي كارين من مجموعة الإنترنت. سأحاول هنا أن أقدم لكم خبراتنا. نحن نتقبل التبرعات إذا كان هناك أي مواد حول ممارسات الفضلة، إذا كان هناك أي حلول أو توصيات تقنية، أو حتى إذا كان هناك خطوط توجيهية عامة قد يكون من المفيد بمكان تشاطرها مع الآخرين، أرجو أن تتصلوا وتتواصلوا معي. نحن نقوم عبر موقعنا الإلكتروني أن نضع هذه المواد، نستضيف هذه المواد والوثائق مع الاحتفاظ بحقوقكم كاملة. نضع اسمكم على هذه الوثائق على موقعنا الإلكتروني. حتى لو كان هناك بعض المواد حول هذه الموضوعات، إذا كان هناك بعض المدخلات والمساهمات حول الجوانب التقنية، أرجو من حضراتكم أن ترسلوها لي، سأضعها عبر شبكة الإنترنت. سنتواصل مع أي فصل لمنظمتنا في دول أخرى حتى نستطيع أن نحل هذه المسألة. كريس، يوجد الكثير من الجهود الجيدة المبذولة وعدد من المنظمات الجهوية مثل منظمة الأمريكتين لديها برنامج تقوم بتفعيله في منطقة الأمريكتين حول الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الجريمة الوطنية. إن مثل هذه المبادرات تعتبر إيجابية ويمكن للدول الأخرى أن تستفيد منها. الاستراتيجية تعتبر مفهوم تنظيمي، لأننا هنا لا نتحدث فقط عن وجود وكالة حكومية وحيدة، ولكننا نتحدث عن مجموعة من الوكالات والمنظمات والهيئات الحكومية التي تشارك في صياغة هذه الاستراتيجية. يمكن للقطاع العام والقطاع الخاص أن يفهم كل هذه المبادرات. النقطة الأخرى خاصة ببناء المؤسسات، كيف يمكن أن نقوم ببناء هذه المؤسسات؟ هذا يعتبر جزء لا يتجزأ من جهودنا مكافحة هذه القضية، ولكن النقطة الهامة هي أن نشرك الجميع
ليس فقط داخل الدولة ولكن في دول أخرى. لدي تعليق موجز. تحدثتم عن بعض الأنشطة مع الشركاء، وهذا مثال لتشاطر المعلومات. في الشهر الماضي في الإيبك شاركت في منتدى حول الشراكات، وكان هناك عدد كبير من بلدان الباسيفيك الذين تحدثوا عن كيفية التخفيف من حدة القرصنة عبر شبكة الإنترنت، وقد أسعدني أن أستمع إلى عدد من المبادرات الناجحة وأن نتشاطر الآراء في الاستراتيجيات المختلفة التي تبنتها دول مختلفة لمكافحة هذه القضية. وأعتقد أنه يمكن أن نأخذ بضعة دقائق للدخول على المواقع المختلفة ومعرفة الجهود المختلفة المبذولة في دول أخرى في كيفية جعل شبكة الإنترنت أكثر صحة وسلامة. هل من أسئلة؟ أنا براين من سنغافورة، لدي تعليق وأود أن أستخدم إلى بعض التعليقات الأخرى. أنا أربط هذا النقاش بالنقاش السابق الخاص بالبريد غير المرغوب فيه. أرى أن هناك علاقة ترابطية بين البريد غير المرغوب فيه وحماية البيانات الشخصية والجريمة الإلكترونية. إن البريد غير المرغوب فيه خاص بالاقتحام، والبيانات الشخصية خاصة ببياناتك الخاصة، والجريمة الإلكترونية هي الأنشطة الإجرامية التي قد تؤثر عليها. الجوانب الثلاثة ترتبط مع بعضها البعض، قد تتداخل وتتقاطع ولكنها لا تغطي الجوانب الأخرى. إذن تعليقي هو أن كل جانب من الجوانب له خصائصه المختلفة. من منطلق البلدان النامية، سؤالي هو أي جانب من هذه الجوانب ذات الأولوية يأتي أولنا، وخاصة إذا كانت الدولة تعاني من نقص الموارد؟ هل هو حماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، أم مكافحة البريد غير المرغوب فيه، وأيهما يأتي أولا؟ لدي تعليق على هذا السؤال. شكرا. هذا السؤال مثير للاهتمام ولكن يصعب الإجابة عليه. لا يوجد آلية مفصلة تفصيلا دقيقا تستطيع الدولة أن تتبعها أو بحاجة إلى أن تتبعها. كل دولة لها خصائصها وقد تتبع طرقا مختلفة خاصة بالإصلاح التشريعي جنبا إلى جنب مع وضع استراتيجية لمكافحة الجريمة الفضائية. من وجهة نظري فإن المنهج الذي أرى أن هناك عدد كبير من البلدان أخذت في تبنيه بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة هو أن تعطي أفضلية أو أولوية للجهود التشريعية أو لسن التشريعات التي تتعامل مع الجريمة الإلكترونية، ثم بعد ذلك يمكن أن تبدأ في الحديث عن حماية البيانات الشخصية. حتى في جانب كل دولة سنجد أن هناك خيارات مختلفة. بعض البلدان قد تفضل سن تشريعات، مثلا هناك الدول الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي انتهجت استراتيجية معينة. أما في دولتي فنجد أننا ننظر إلى الجانب الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بأفضل الممارسات في القطاع الخاص. لدينا في سنغافورة أفضل الممارسات للقطاع الخاص الخاصة بحماية البيانات الخاصة، وهناك عدد كبير مثل سريلانكا تفضل أن تتبنى هذا المنهج وتتبنى آلية خاصة بالتنظيم الذاتي والحوكمة الذاتية بالنسبة لحماية البيانات الخاصة. السؤال الذي طرح إجابته هو أنه لا يوجد سبيل واحد تستطيع الدولة أو البلدان المختلفة أن تسلكه. تستطيع الدولة الواحدة حتى أن تسلك طرقا مختلفة. ومن وجهة نظري ومما أراه
فقد يكون هناك أفضلية لسن تشريعات لمكافحة الجريمة الإلكترونية أولا، ثم بعد ذلك الانطلاق من هنا للتعامل مع المسألة بخطوات مباشرة وتوفير آلية وقائية وتقوية النظام التشريعي والقضائي من أجل التعامل مع القضايا التي ترى أنها ذات الأولوية مقارنة بغيرها من القضايا الأخرى. Yes, I believe Boot has a comment. بوير، هل لديك تعليق؟ نعم. بالطبع نحن لسنا موجودين هنا من أجل أن نقول لكم أي نموذج يجب أن يحتذى، لقد حاولنا فقط أن نشترككم في خبراتنا المختلفة. فأرجو من السادة المتحدثين أن يشرحوا للجمهور كيفية التعامل مع مسألة البريد المرغوب فيه. أحيانا ما يطرح علي هذا السؤال ويكون إيجابي أن هناك بعض الاستثناءات في معالجة كل قضية، ربما تكون هذه طريقة مبسطة لأن نبدأ بالبريد غير المرغوب فيه. إذا كان هناك بنود في القانون فيجب أن يكون هناك قوة إنفاذ لهذا القانون. إذا كان المواطنون لديهم الخبرة وإذا كان هناك وعي كامل حول كيفية البحث عبر شبكة الإنترنت واتخاذ أدوات للتحليل، فهذا معناه أننا سنستطيع التغلب على هذه المسألة. انظروا إلى ما حدث في هولندا، كل ما حدث في قضايا مكافحة الاحتيال سنجد أن الأمر قد تم فقط بمجرد كبسة على الزر. ربما قد يكون هناك قضايا تمثل أمام المحكمة وقد بدأت العملية في عام 2004 عام 2005، ولكن بعد ذلك ومع مزيد من التطور الحادث في نظام المكافحة والوقاية سنستطيع أن نحقق النتائج الخاصة بها. مثلا هناك مشاكل خاصة بالرسائل الاسم اس، الرسائل القصيرة النصية التي تصلك عبر شبكة التليفونات أو الهاتف، يمكن أن تتصل بمقدم الخدمة وتقول من هي الجهات التي تقوم بإرسال هذه الرسائل. إن هولندا نظرا لوجود نماذج بسيطة لمكافحة هذه الظاهرة قد نجحت في حماية المجتمع، قد تستطيع حتى أن تحصل على رقم التليفون الذي ترسل منه هذه الرسائل النصية التي لا تحتاجها. يجب أن يكون هناك أحكام ومواد داخل القانون بالإضافة إلى وجود تكريس والتزام من قبل المواطنين والجهات المعنية لمكافحة هذه القضية. ببساطة شديدة إذا كان هناك هذا التكريس والإخلاص من قبل الحكومة والعزم من قبل الوظائف المختلفة نستطيع أن نحل هذه المشكلة ونواجهها. من هنا نبدأ بتغيير الأمور، هذا هو أحد الخيارات الموجودة. الخيار الثاني هو متروك للدولة لاختياره. شكرا لك يا بوير. كريس، هل لديك إضافة؟ نعم، أنا أتحدث عن المشاكل الخاصة بقلة الموارد المتاحة. لا نستطيع أن نقدم وصفة جاهزة للدول لاتباعها. أعتقد أننا بحاجة إلى تبني مناهج متوازية. يجب أن يكون هناك قوانين في البداية وخاصة قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية. لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص المؤهلين والمدربين لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وإذا كان لدينا أفضل القوانين في العالم وليس لدينا الكوادر المؤهلة للإنفاذ فهذا معناه أن النظام لن ينجح. إذن يجب أن نجمع كل هذه المكونات داخل الوصفة التي نأخذها ونقوم بتفعيلها من أجل حماية شبكتنا. يوجد العديد من الممارسات الفضلة وبناء القدرات والفرص الخاصة بالدول
على كل دولة أن تستفيد من كل هذه الدروس التي سبقتها فيها بعض الدول الأخرى، ولكن في نهاية المطاف أن تنفذ أفضل السبل لظروفها الخاصة. شكرا. أود أن أعرف ما إذا كان هناك مشاركة عن بعد عبر شبكة الإنترنت في هذه الجلسة. نعم، السيد جيديانو من كينيا يريد أن يتصل عن طريق الفيديو ولديه تعليق. لا أعرف كيف يمكن تنظيم هذا الأمر، لم أكن أعرف أن هذه التقنية متاحة هنا. أرجو الانتظار للحظة واحدة، ما من مشكلة يقول الرئيس، ننتظر لحظة. هل يمكن أن نستمع إلى أسئلة بينما نقوم بتنظيم مكالمة الفيديو؟ نعم، ننتقل إلى المشاركين الآخرين ونعتذر عن هذه المشكلة التقنية. ما من مشكلة يقول الرئيس، أطلب من السادة الحضور إذا كان لديهم أي أسئلة أو تعليقات أن يتفضلوا بطرحها. السيد الموجود في خلف القاعة. شكرا. اسمي باتريك وأنا المدير العام لمعاهدة باسيفيك سيرت في فيجي. هناك ملاحظة قد أخذت كأنها أمر مسلم به، أريد الالتفات إليها. يبدو أننا جميعا نأخذ كأمر مسلم به مسألة البريد غير المرغوب فيه وعلاقته بالجريمة الإلكترونية والفضائية. كل هذه قضايا كبيرة ومسائل معقدة، ولكن أعتقد أننا يجب أن نطرح سؤال: ما مدى كبر وضخامة هذه المشكلة؟ ومن هنا أركز على أهمية الإحصاءات. علينا أن نقيس هذه الظاهرة ليس فقط في كل ولاية قضائية وفي كل دولة على حدة، ولكن علينا أن نركز على الدول التي لم يتم جمع معلومات حول هذه القضية بشأنها. جزيرة فيجي التي أنتمي إليها ليس لدينا أي إحصاءات على سبيل المثال حول ما يحدث من جرائم إلكترونية في دولتنا. لا نعرف مدى كبر وضخامة هذه المشكلة، وهذا أمر يجب أن نركز عليه في البداية. ثم يقودني هذا إلى المسألة الثانية. عندما نتحدث عن هذه القضية فنحن نتحدث عن أضعف الحلقات، فأعتقد أن مسألة الأمن هي المسألة الأقل، ولا نحصل على اهتمام كاف بالنسبة لها. إذا كان هناك احتمالات كبيرة لكل دولة، ولأن اقتصاد الدولة قد أصبح مركزا لا يستهان به نظرا لقلة الخبرات التقنية في منطقتنا، فهذا أمر يجب أن نلتفت إليه وعلينا أن نضعه على رأس قائمة الأولويات. عندما نتعامل مع هذه القضية يتعين علينا أن نتعامل معها على صعيد دولي. من الأفضل أن ننظر إلى الاقتصادات الصغيرة وأن نساعدها على التغلب على هذه القضية، وإلا فسنجذب العناصر الإجرامية من دول أخرى كبيرة قادرة على المكافحة إلى بلداننا الصغيرة. آخر ملاحظة، أود أن أطرح سؤالا على السادة المتحدثين. أرى أن الاثنين قد تحدثا عن رابط الولايات المتحدة الأمريكية وسريلانكا، تحدث عن وجود رابط بين مبادرة السيرت، فهل تم الالتفات إلى مبادرة ومعاهدة سيرت أم لا؟ ما هي وجهات نظركم بالنسبة لفحوى السيرت بالنسبة لهذه القضايا؟ وما هو الدور الذي يمكن لمعاهدة سيرت
أن تقوم به من أجل مكافحة هذه القضية. Yes, Jayantha, I believe would like to respond. شكرا جزيلا. هل يوجد من يريد الإجابة؟ نعم, بوير. هل المكالمة عبر الإنترنت جاهزة حتى نستمع إلى السؤال؟ لا, يبدو أنها غير جاهزة. شكرا جزيلا على هذا السؤال من السيد من فيجي. أنا أوافقك تمام الموافقة على هذا الطرح. كل هذه القضايا التي أشرت إليها هي متعلقة ببعضها البعض ومنتمة من الأهمية بمكان بالنسبة للبلدان وللمنظمات في داخل هذه البلدان أن تعمل مع بعضها البعض من أجل أن تضع تنسيقا جيدا تقنيا لمساعدة عملية إنفاذ القوانين وصياغة السياسات. هذا أمر مهم للغاية. لقد طرحت سؤالا حول سيرت. أعتقد أن كل أعضاء المنصة المتحدثين هنا يشعرون بشغف إزاءها وتحدثوا بصوت واحد بأن دور السيرت من منظور قطري وإقليمي ودولي له أهمية بالغة للتعامل مع السبام أو غير ذلك من قضايا متعلقة بالجريمة الإلكترونية أو أي قضايا أخرى أوسع تتعلق بالأمن الفضائي الإلكتروني الأوسع. من واقع خبراتنا نرى أن سيرت بمفردها في بلد ما لا تستطيع أن تعمل على نحو كفء ما لم تكن جزءا من المجتمع الإقليمي. من منظور المحيط الهادي لآسيا نحن محظوظون بأن الاي بي شيرت قد اتخذ دورا قياديا وطرحت مبادرة لدعم التنسيق في منطقة آسيا والمحيط الهادي, وسريلانكا أصبحت كاملة العضوية للأي بي شيرت وهي مؤهلة في العام القبل الماضي لاستضافة الشيرت القائم. وهناك حاجة للتعاون الإقليمي, ونحن تحدثنا كثيرا هنا عن منتدى الخاص بأحداث فرق الاستجابة للأحداث, ونحن نحث البلدان التي أنشأت شيرت أن تصبح كاملة العضوية لكي أولا تتعاون من منظور دولي. هذا ما أردت أن أضيفه في الوقت الحالي. شكرا جزيلا. هل هناك أي تعقيبات أخرى خاصة بالتدابير والقياسات وأي ما يتعلق بالوعي؟ هل نمكن أن نطلق هذا السؤال؟ السيد جوليان قال أنه على السيد جيديون أنه في التعريفات عبر الحدود الدولية والمعاهدات ينبغي أن يكون هناك تنسيق, وذلك يؤكد بأن جميع البلدان لها فهم واضح للتشريعات المقترح لمنع أي موقف يمكن أن يؤدي بالقوانين أن تكون مطلوبة على الصعيد الدولي. السيد فيصل حسن طرح سؤالا. فيصل حسن قال إذا كان هناك أي مبادرة لسد الفجوة فيما يتعلق بالأمان الإلكتروني بين الولايات المتحدة الأمريكية والكومنولث الأوروبي ومع البلدان النامية. شكرا. دعوني أبدأ بالسؤال الذي طرح
أولا كارن ستشير وستجيب عن هذا السؤال. كارن القياسات، أرد على السؤال الأول الذي طرح منذ برهة، وهذا جزء من البرنامج الذي تم جمعه. لدينا شركة قد قامت بعرض تحاليل مجانية للبلدان النامية، يمكن أن يكون هناك معلومات أفضل خاصة بشبكتك والحركة وغير ذلك من القضايا، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون مفيدا للغاية. هذا تحدي لنا جميعا، فمن الصعب بمكان أن نقيس تكلفة هذا على تحدي الجريمة الفضائية، ولكن أعتقد أن أتفق معكم وأن أعرف أن المشكلة كبيرة، وفيما يتعلق بالوصلات أو الروابط الضعيفة أنت على ثواب، ولكن هذا لا يشكل أيضا تهديدا ولكن فرصة، والفرصة هي أن البلدان الآن التي لديها وصلات أكبر ويمكن أن تستجيب للسياسات وغير ذلك، وأعتقد أن لدينا التكنولوجيا وبدأنا في اعتماد السياسات، والآن نحن في موقف لدينا المؤسسات ولدينا الاستراتيجيات وأيضا القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية، وأعتقد أن هذا يوفر فرصة، ولكن أيضا ونحتاج أيضا للأدوات اللازمة، ونحن جميعا قلنا أن هذا أشارت، وأعتقد أن المنظمات الإقليمية تطلع بدور هام في هذا الأمر، وأن يكون هناك شرط على الصعيد الوطني. ولدي سؤال دور خاص بالسياسة في وزارة الخارجية، وأعتقد أنه من الأهمية بمجان أن تعمل جميع الجهات الحكومية وجهات الإنفاذ تتعاون مع باقي أجهزة الحكومة. أما فيما يتصل بأن بودابست ومعاهدة بودابست توفر نموذجا هاما والذي يمكن أن يعتبر نموذجا هاما، ويمكن أيضا تصدي ويسمح بالمزيد من التعاون. هذه الاتفاقية والمعاهدة تسمح وهذا، وأعتقد أنه إذا كان هذا يحتاج إلى معاهدة دولية أن الأمر قد يستغرق سنوات طويلة، وأعتقد أن معاهدة بودابست تأخذ كثير من البلدان كنموذج وتطبقها. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، استراتيجيات الأمن الإلكتروني وتشاطرها مع جميع أنحاء العالم، هذا يتعلق أيضا ببناء القدرات. يمكن أن أنجزنا بعد التقدم، وهناك بعض الأخطاء، وأعتقد أن هذا يمكن أن يشكل دروسا للاستفادة بها. النقطة الأخيرة فيما يتصل بالفرص، كينيا، قمنا ببناء القدرات في كينيا مع حكومة كينيا، وتشارك بلدان شرق أفريقيا في هذا، تحدثنا عن الجريمة الإلكترونية وبناء الهيكل الإلكترونية والعمل مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. كينيا في واقع الأمر تواصلت من خلال الكوابل هناك وطورت بعض الأدوات، وهي أكثر تقدما من بلدان أخرى ولديها الإمبسا، وأعتقد أنه بالنسبة للتحديث، وأعتقد أننا يمكن أن نربط كل هذه الأمور مع بعضها البعض. تعقيب سريع،
بوصفي مشارك حول الصناعة في الشارت تشكل جزء لا يتجزأ من كيان يطلق عليه المركز الوطني للأمن الفضائي، وأعتقد أن هناك قدرات على مدار الساعة للتعامل مع هذا. عندما نتحدث عن الأمن أن نتحدث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشراكة بين شارت والولايات المتحدة الأمريكية والعمل مع إنكك في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا يمكن أن يعطينا قدرات أفضل للاستجابة. المثال الجيد أنه كعضو لخطة العمل، مثال جيد هي خطة العمل، وأعتقد أنه جاءت استجابات مختلفة من هذه العروض. ومثال جيد آخر بمركز الأمن الفضائي الوطني والشارت الهولندي، عندما تحدث أي أزمة فهناك تجميع من الحكومة والصناعة وجهات إنفاذ القانون. أعتقد أن هذا نموذج جيد يمكن الاحتذاء به وتجميع كافة الخبرات المتواجدة في البلاد. وشارت تعد نموذجا لما يحدث في أوروبا وما يطلق عليه الآن مبادرة يطلق عليها مركز منع الجريمة الإلكترونية. 50% من التمويل يأتي من الصناعة، وهناك مجموعة قد تم بناؤها والتي بها مختلف الشركاء داخل ما يطلق عليه الشارت الوطني. وهناك أمثلة في ألمانيا على سبيل المثال يتم مساعدة لتنظيف الحاسوب إذا ما تعرض لأي عدوى أو فيروس. وأعتقد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات خاصة بأي ممارسات شريرة تقوم بالتحليل وتثري البيانات المعروفة الأخرى، حتى أن الأنماط خارج البوتنك ستصبح أكثر وضوحا، والقيام بمن يقومون باستضافة أو إدارة أو استخدام البوتنك. وفي هذه الحالة وعلى مدى الوقت يمكن أن ندفع بالمشكلة لكي تكون أقل درامية وتصبح أقل فاعلية، ويمكن أن تتلاشى بمرور الوقت. وفي الـ ACGS أرجو أن تأتي وتتحدث معي بعد الاجتماع. أعتقد أنه ما بدأ في بلدان عدة الآن أنه كان هناك جهود للتصدي بالبوتنتس ومساعدة المستخدمين النهائيين على التصدي لهذه المشكلة. أعتقد أن هذه نوع من المبادرات قد بدأ في جميع أنحاء العالم، في أستراليا وإيكو في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ABCs. وأعتقد أن الISP، وهناك جهود لقياس حالة البوتنتس. نحاول أن ندفع به في جميع أنحاء العالم للباتنت والهجوم على المؤسسات المالية على مدى السنوات الماضية، أنه بالمزيد من التعاون الدولي وأيضا مكافحة هذا التهديد
وهذا أهمية وجود مثل هذه المؤسسات في الحكومة. وأيضا من خلال القنوات الدبلوماسية نقول إن هذا ليس طلب فني ولكنه أيضا بالغ الأهمية، ونحن على استعداد للتعاون. وأيضا إذا تقدمت لنا أي بلد للتصدي إلى هذا التهديد وأن يكون هناك المزيد من التعاون على الصعيد الدولي، وأن يكون هناك مؤسسات في كل بلد، وأعتقد أن هذا النوع من التعاون ضد التهديدات الخارجية وطلب التعاون الدولي يعتبر من القضايا الهامة. وأعتقد أنه وجود هذا التعاون المتبادل وهذا النوع من العلاقات على الصعيد الدولي لا يعد من الأمور بالغة الأهمية. أعود مرة أخرى إلى الزميل من فيجي حول مساعدة البلدان في البلدان النامية بهذه المشكلة بالنسبة لأفضل الممارسات المستخدمة. هل هناك سبيل لمساعدة هذه الشركات في البلدان النامية مع النفاذ إلى هذه الأدوات حتى يتم تطبيقها قبل أن تنشأ المشكلة؟ وأعتقد أن هذه أفضل طريقة للدفاع عن أي اقتصاد جديد من كل الضرر الذي يمكن أن يقع بسبب ربما تكون هذه مشكلة تقنية فنية، ولكن هل من الممكن القيام بشيء ما من هذه الزاوية؟ هل هناك ما يمكن القيام به؟ شكرا مجتمع الانترنت، هذا هو محط مشروعنا، تجميع الأطراف التي لديها خبرة في المجالات والأشكال المختلفة حيث تستطيع أن تعمل مع مقدمي الشبكات والشبكات والحكومات وفهم الجميع لجميع المكونات للقيام بالتحليل لكي تعطي إحساسا أفضل للحركة، وأيضا رسائل البريد الإلكترونية وأي من أين تأتي وبأي لغة وكيفية التعامل مع إدارة الشبكة. أعتقد أن هناك الكثير من الخبراء والخبراء التي لديها استعداد لمساعدة البلدان النامية التي لديها احتياجات. هل هناك أي أسئلة من الحضور هنا؟ لدينا 45 دقيقة، سأتحدث في عجالة عن الجريمة الإلكترونية. لدينا 8 أسئلة التي طرحها أصحاب المصلحة، إذا نأخذ المزيد من الأسئلة من المشاركين ثم نتعامل ونتصدى لقضية الجريمة الإلكترونية، ولكن نستمع إلى مجموعات. هل هناك أي أسئلة من الحضور؟ شكرا جزيلا، اسمي ديرما وأنا من إندونيسيا. وأنا طالبة دراسات عليا ونحن نتحدث عن إدارة الدفاع. إنني أدرس الإرهاب قد يستخدمون الإنترنت بالدعاية للإرهاب، وأنا في إندونيسيا أنشأنا ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب، وهناك مكون وتحليل للإنترنت لمكافحة الإرهاب. أريد أن أعلم ما هو منظوركم
ما هي الطريقة الفعالة في إدماج هذه الآلية في مكافحة الإرهاب وفقا للتجارب المختلفة في البلدان المختلفة الممثلة هنا؟ هل هناك من يود الرد على هذا السؤال؟ لا يبدو أن هناك من في المنصة يمكن أن يرد على السؤال. هناك جانبان، من الإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت، وهناك شاغل كالإرهاب الذي يقومون بالهجوم على البنى التحتية الوطنية الحساسة. علينا أن نكون مستعدين للأخير وما نفعله للخطوات التي نأخذها لحماية البنى التحتية الوطنية ووضع أولوية لهذا والاستجابات الملائمة. أما فيما ينتشر بالإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت، علينا أن نتخذ التدابير الملائمة للتصدي لهذه الظاهرة. على سبيل المثال، هناك بعض القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع وصول الدعم المادي للإرهابيين أو للإرهاب، وأيضا جهات إنفاذ القانون. أعتقد أن الأمر له جوانب مختلفة. سؤال من روبرتو بانجا من أوغندا. الاستراتيجيات التي لدينا والمستخدمة في البلدان المتقدمة لتكبيل العمل الخاص بالأمن الفضائي، ما الذي يمكن أن تفعله، أو هل يمكن للبلدان النامية أن تستنسخ هذه التجربة؟ سأتحدث باللغة الإندونيسية. بالنسبة للإرهاب هناك أمر. الأمر الأول، الاعتقاد هناك كلمات تعتبر مؤذية، وهذا النوع من التوزيع إذا كان هناك محتوى غير قانوني فيما يتصل بالجريمة الإلكترونية بحد ذاته. أولا البروتوكول الإضافي الأول. وفي النسبة لإندونيسيا، أما بالنسبة للمعيار الثاني، نحن لا نزال غير قادرين على حماية كل البنى التحتية ضد تهديدات الإرهاب. وإذا ما اعتقدنا بأنها وسيلة للهجوم على البنية التحتية، ولكن نعود مرة أخرى، إذا كانت الجريمة الإلكترونية قد وصلت إلى حد أن تكون خاضعة للقانون بسبب فحواها أو محتواها غير القانوني، هذا يعد تدخلا بحد ذاته. أطلب من الحضور والمتحدثين أن يعاقبوا على هذا الأمر. والموضوع الرئيسي يدور حول إذا ما كان هناك وسيلة لتعزيز التعاون فيما بين إنفاذ القانون في البلدان المختلفة، ولا سيما التعاون الدولي في هذا الصدد. جانثا، هل هناك سؤال محدد؟ فرناندو بغيار يقول، ما الذي يمكن أن يتم لتعزيز التعاون والجهود في هذا الصدد للتصدي للجرائم الإلكترونية؟ بالنسبة للجريمة الإلكترونية، ينبغي أن يكون هناك آلية إنفاذي والتشريع مناسبة، ولكن وجود إطار
تنظيمي قانوني بحد ذاته في بلد بعينها لن يكون كافيا إذا تم بأسلوب لا يتماشى ولا يتطابق مع الممارسات والمعايير الدولية التي تؤكد على المزيد من التعاون والتنسيق لجهات إنفاذ القانون. هذا عندما تعتمد بلد ما على التدابير التشريعية يمكن أن تنظر فيه إما أن يكون هناك نماذج متاحة، ولكن ينبغي أن تدع سمات تنظيمية تؤكد على التنسيق وأفضل الممارسات وأدواتها المتاحة عالميا. في واقع تجربة سريلانكا يمكنني القول بأنه عندما اعتماد استراتيجية التنمية للآي سي تي منذ 10 سنوات مضت، وأيضا مع التحديثات القائمة على التكنولوجيا وأنشطتها والتي ظهرت في الأسواق، لدينا مجموعة من الأنشطة حول السلوك الإجرامي الذي يستخدم الإنترنت كوسيلة للقيام بالقنص في نظمنا. وطبعا سريلانكا جزء من الكومنولث، ونظرنا إلى القانون النموذجي للكومنولث وقمنا باعتماد القانون الكومنولث البريطاني ونموذج الكومنولث، واستخدمنا ما يطلق عليه نموذج هراري واتفاقية هراري للمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والذي يمكن تطبيقه كجزء من الكومنولث البريطاني. ووجدنا أيضا أنه هذا ليس كافيا، ومن ثم فانخرطنا في تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبلدان البريطانية، ومن ثم توصلنا إلى أن اتفاقية ومعاهدة بودابست هي أفضل أداة فيما يتصل بالمعايير التشريعية. ليس هذا فقط، ولكن المزايا والمساوئ والتحقق والتحقيق في قضايا والملاحقة القضائية للجريمة الإلكترونية. وجدنا أنه أفضل المتاح هي اتفاقية أو معاهدة بودابست كنموذج لصياغة التشريع فيما يطلق عليه قانون جرائم الكمبيوتر الذي تم اعتماده في البرلمان في عام 2007، ومن ثم أدى إلى سلسلة من الأنشطة المتصلة ببناء القدرات وتمكين إنفاذ القانون بالأدوات التشريح الرقمية وستارة وغير ذلك. ولكن أعتقد أن هذا لن يتم دون جهات تنفيذ القانون المتعددة التي تضع مجموعة مختلفة من التقاليد القانونية. في بعض الأحيان كنا نتعاون مع بلدان تطبق القانون المدني، وأعتقد أن سواء التقليد القانون المدني أو القانون العام هناك لا يوجد معاهدة واحدة التي تسمح للتعاون لإنفاذ القانون للتصدي للجرائم الإلكترونية. وظن أنه إيجاد إطار تنظيمي بحد ذاته ليس كافيا، ولكن إنفاذ القانون والقضاء ينبغي أن تتوافر لديهم الثقافة والمعرفة اللازمة. ومن ثم تواصلنا مع مجلس أوروبا منذ أسبوع مضى، وذلك
وكان هناك برنامج تدريبي حضره المئات من المشاركين من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون. أقول إن مجلس أوروبا قد وضع وتوصل إلى أداة بالغة المفيدة للغاية التي يطلق عليها الدليل الإلكتروني، والذي يقدم نظاما يمكن اعتماده في أي بلد في جمع الأدلة التشريحية والطب الشرعي، وهذه تمثل أفضل الممارسات للتعاون مع مجلس أوروبا. سأتوقف عند هذا الحد، ولكنني يسعدني أن أرد على أي سؤال أو أسئلة يمكن أن تتصل بالحاجة للتنسيق وأيضا التعامل على نحو فعال بين جهات إنفاذ القانون والتعاون فيما بيننا. شكرا جزيلا. You wanna go first؟ هل هناك أي تعقيب من ال أنا أمثل خطة العمل طويلة الأجل، لكنني أتحدث عن بصفتي الخاصة. في العام الماضي كانت هناك دراسة مقارنة في أوروبا بين كبريات الشركات في العالم، وتعاملنا مع منظمات أوروبية تعمل في أمن الفضاء الإلكتروني، وسألناهم عدة أسئلة. الخلاصة أننا كنا نريد أن نهدم الصوامع الموجودة على المستويات المحلية والوطنية، الصوامع التي لا تتعاون مع بعضها البعض حفاظا على السرية أو على المعلومات الفنية التقنية، وكنا نشجع الجميع على تبادل المعلومات وتبادل البيانات في حل المشاكل، مثل مشاكل المتعلقة بالأمن الفضاء الإلكتروني وطريقة الأداء. هذا على المستوى الدولي، المنظمات لا تعرف بعضها البعض ولا تتعامل مع بعضها البعض، وكان علينا أن نقوم بهذا الدور حتى تشترك في العمل. هذه المنظمات أيضا ظلت معزولة وغير راغبة في التغيير، وقد ناقشنا هذا الموضوع كثيرا. نحن كمنظمين مستقلين علينا أن لا يمكن أن نناقش كل هذه الأمور مع الحكومات، لأننا نكلف بمهام محددة فقط بعينها، ولذلك يجب على المنظمات الأخرى أن تقوم بدورها، ومن ذلك تهدم الصوامع التي تنعزل فيها هذه الشركات. يجب أن نكون حبيسين أو محبوسين في هذه في عزلة، وأن يعمل كلنا بمفرده. علينا أن نتعرف على بعضنا البعض في هذا العالم الجديد. الجريمة لا تعرف الحدود، والمجرمون يذهبون حيثما يشاءون، وفي النهاية الجريمة تتم وعلى عتبة باب أي واحد منا، والحقيقة أنا شاركت في جلسة في محكمة تتعلق بشركة هولندية تبيع إعلانات على أونلاين. هذه الشركة كانت فعالة وتعتبر على في المستوى السابع أو السادس على المستوى الدولي. تم إغلاق الشركة بعد التحقيقات، وحوالي 1700 شركة فرعية تضررت من 1700 شركة تضررت
باستثناء شركتين على الأقل، وإحداها لم تتأثر على الإطلاق والثانية تضررت قليلا. نحن نريد أن نصل إلى الناس في كولومبيا وفي فنزويلا وفي روسيا وفي غيرها حتى نعرف. الجنة لابد أن يقفوا أمام العدالة في المحاكم ويعاملوا وفقا للقانون. الإعلانات اتسعت والانتهاكات اتسع نطاقها، وكان علينا أن دائما أن نقوم بتغيير مواقفنا للتعامل مع هذه التغيرات الجديدة. وفي بعض الحالات القانون يقف عاجزا لأنه لا توجد نصوص قانونية تتعامل مع الأوضاع الجديدة، حتى المشرعون لا يقومون بدورهم في ذلك. إذا لم تبدأ الحكومات في التعامل مع مثل هذه الجرائم بجدية فسنضيع كلنا. هذا هو التحدي الكبير الذي يجب أن نعمل فيه وأن نساعد منظمتنا على العمل فيه. هذه بيب أخرى في كلمتي يقول أنا لم أقوم بها، لم أخرج هذا الصوت. أعتقد أن هناك شيئان. أولا هذا هو الوجه الآخر للعملة، وجانب الأمن المعلوماتي، أنت تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة وكافة الإجراءات والتدابير اللازمة حتى تقل المضاعفات التي تؤثر بالسلب على الناس. لو كان لدينا نظام أمني أفضل فستجد بين المجرمين من يخترق هذا النظام، والنتيجة ستكون أسوأ. ولكن لابد أن يكون هناك أيضا بجانب النظام الوقائي نظام لإنفاذ القوانين، نظام قوي لإنفاذ القوانين حتى يمكن التعامل مع أمثال هذه الجرائم. وعلى مدى 20 سنة الماضية كانت هناك عناصر كثيرة بازغة، منها إنشاء نشر الفيروسات مثلا، وكان هناك أخطرها فيروس يسمى I love you، وتم إخضاع هذا صاحب هذا الفيروس للمثول أمام المحكمة. وكما قلت هناك تفضيلات مختلفة في جميع الدول، لكن تعديل النص القانوني أصبح مطلبا رئيسيا في معظم الدول. النقطة الثانية هو تدريب هيئات إنفاذ القوانين، وهذا يتطلب جهودا كبيرة في الدول المختلفة لتقديم التدريب المناسب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وثالثا التعامل مع الشركات الدولية، وقد أشرت إلى هذا مرارا وتكرارا في ضرورة إنشاء مراكز مثل مركز سنغافورة مثلا للتعاون الدولي في مجال الأمن الفضاء الخارجي أو الفضاء الإلكتروني. هذه المراكز المفروض أن لا تكون قاصرة على دولة بعينها، بل يتم التعامل معها على مستوى التضامن والتعامل على نطاق أوسع وإنشاء الهياكل اللازمة لذلك.
التعاون على الساحة الدولية أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى. شكرا. هل هناك أي تعقيبات أخرى؟ أعتقد أن السيد رئيس الجلسة لديه تعليق. شكرا جزيلا. أعتقد أنه إذا أردنا التعاون في هذا المجال لابد أن نعود إلى خصائص إلى توصيف الجريمة نفسها. توصيف الجريمة يجب أن يشمل حتى الشروع في القيام بهذه الجريمة أو حتى التفكير في العمل الإجرامي في هذا السياق، حيث أن منذ البداية راعينا في القوانين أن الجريمة لها طابع دولي، كل دولة عليها لها الحق في أن تنفذ أو تفرض القيود اللازمة، وإذا لم تكن لها هذه السلطة القضائية فإنها ستقع في مشكلة كبيرة. القانون يشمل الجرائم التي تأتي من خارج الدولة أو السلطان القضائي الإقليمي في كل دولة، لابد أن يصيغ أو يضع في صياغة القوانين هذه الجرائم وتوصيفها توصيفا جيدا. شكرا جزيلا. تبقت لدينا 20 دقيقة والآن لدينا سؤال قبل ذلك. تفضل. ليس لدينا متسع من الوقت، فسأقوم بعملية اختصار لهذه الجلسة أو مدار فيها، ونستمع إلى أي تعليقات أخرى، تعليقات نهائية من المنصة. ففي هذه المناقشة تعرضنا قبل ذلك كانت هناك عدة أسئلة من أطراف مختلفة في IGF، وأعتقد أن نحن أجبنا على كافة الأسئلة، لكن إذا كانت هناك أي أسئلة على الويب سايت وترون أنها لم يتم التعرض لها فيمكن أن نجيب عنها، ونشعر أننا أجبنا عن كافة الأسئلة حول دور IGF في مساعدة الدول الأقل نموا أو الدول النامية أو التي تحتاج إلى مساعدة في مجال الأمن الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز تنفيذ القوانين والضرورة إلى تعديل القوانين ووضع هياكل تشارك فيها مختلف الأطراف. ربما تكون هناك أسئلة إضافية يمكن أن نعتبرها الجزء النهائي من هذه الجلسة. تحدثنا أيضا عن السبام والهاكينج ومخاطرها وخاصة في الدول النامية، وطالبنا بأن تكون هناك ممارسات مشتركة تقوم بها البلدان النامية على المستوى الدولي، وتحدثنا أيضا عن البرامج التي تم البدء فيها والتي يبدو أنها تدور كلها حول بناء القدرات. تعرضنا الحاجة إلى التعاون الدولي في على مستوى بناء القدرات وعلى مستوى مكافحة الجرائم الفضائية وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك. كانت هذه بعض العناصر الرئيسية التي تداولناها في مناقشتنا لهذه الفترة أو هذه الجلسة. يس تفضل.
أعتقد أن المناقشة كانت مفيدة جدا. كل الموضوعات كانت مهمة، وعلينا أن نتأكد من تنفيذ هذا في مختلف أنحاء العالم، بناء القدرات وتطبيق أفضل ممارسات وغيرها، كلها من العناصر المهمة التي تحمي المجتمع الدولي من التهديدات وتعزز جهودنا. كان هناك سؤالان فيما يتعلق ب طريقة تنفيذ الأمن أو تحقيق الأمن والصراحة أو الانفتاح في ذات الوقت. والحقيقة أن الأمن الفضائي مهم جدا، وفي ذلك في نفس الوقت نحن نحتاج إلى الانفتاح على الكائنات الأخرى، لأن هذا يساعد على الإبداع والابتكار والاستراتيجية الدولية للأمن الفضائي، على أن يأخذ في الاعتبار تأمين الاتصالات وكافة هذه الجوانب. لا يمكن أن نترك شيئا وندع شيئا آخر. كل هذه العناصر لابد أن نأخذها كلية. كانت هناك أسئلة متعددة عن إنفاذ القوانين، وأعتقد أنه من المهم جدا في منتديات مثل هذا المنتدى أن نتبادل الآراء بين مختلف الأطراف، سواء الفنيين أو الحكومات أو الصناعة أو المجتمع المدني، كل من له آراءه وله وجهات نظره المختلفة، وهذه كلها مهمة بطبيعة الحال، ونحن نشجع على مثل هذه التبادلات. شكرا لكم على هذه المناقشات وعلى هذه الأسئلة. شكرا كريس مرة أخرى، لقد كانت المناقشة سرية ومهمة، ولابد أن أشكر الحضور على بقائهم معنا. عندي بعض النقاط التي أريد أن أتحدث عنها في الختام. أنا أتفق مع كريست أن هذه الموضوعات الثلاثة يكمل بعضها بعضا، وهناك دور للحكومات والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وجميع قطاعات المجتمعات لها دور في العناصر التي ناقشناها بعد ظهر هذا اليوم. ثانيا، عندما تتبنى الدول استراتيجيات لمكافحة الجرائم الفضائية، لا يمكن لدولة أن تتعامل معها على انفراد، بل لابد من التعاون الدولي. ودراسة الخيارات أفضل الخيارات المتعلقة بالتنسيق الدولي والتعاون في مجال إنفاذ القوانين. الدول التي تعاني من أمثال هذه الجرائم لابد أن تعمل على مع مجموعات إقليمية وتحت إقليمية، وكما قال السيد الجالس بجواري مباشرة قال أن مناقشات الIGF يوم الأربعاء ستتعلق ببعض الدول التي كانت خاضعة للحكم البريطاني وهي الآن أعضاء في الكومنولث. هذه المجموعات قامت بعمل كبير في مجال الأمن الفضائي والحد من الجرائم الفضائية عن طريق القوانين، وكانت هناك مبادرة تسمى مبادرة الجريمة الإلكترونية. وإذن العمل مع المجموعات الإقليمية وتحت الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تنسيق أفضل لضمان
التعاون الدولي الفعال ضد هذه الجرائم. الرسائل الأخيرة يجب أن تكون في بناء الهياكل التي تؤيد أو تساعد على إنفاذ القوانين في الدول المختلفة. الشرطة لوحدها لا يمكن أن تقوم بكل شيء، بل لابد من وجود من يؤيدها ويساندها في ذلك ويزودها بالتقنية والتكنولوجيات الحديثة حتى يمكن التغلب على هذه الحوادث. هناك ضرورة للتعامل مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل المجلس الأوروبي ومجلس آسيا والباسيفيكي وسيرت وأي منظمات دولية أخرى حتى يمكن للدولة أن لا تعمل على انفراد او بمعزل عن الدول الاخرى، بل يجب ان تعمل ان تضع الهياكل المناسبه للعمل والتي تناسب المنطقه وان تعمل مع الدول الاخرى. في سريلانكا وحسب خبرتي الشخصيه درسنا مثل هذه الخيارات واستفدنا الى حد كبير. كريس ذكر قبل قليل أن كينيا اعتمدت نظام الدفع بالموبايل وسريلانكا قامت بنفس الشيء، وهناك ترخيص لدفع الأموال أو عن طريق الموبايل، وهناك ترخيص لذلك، وقد هذا التطور ظهر لأننا كنا راضين عن القواعد والقوانين التي تضمن حسن الإدارة والاستجابة والآليات التي تتعامل مع أي مخالفات في تتعلق بالجريمة الفضائية. هذه كلها ممارسات محلية ذات طبيعة دولية، وشكرا لكم. هل هناك أي تعقيبات أخرى؟ كارين؟ نعم، شكرا. أود أن أشكر الجميع على إعطاء الفرصة لكي أشرح لكم المبادرة المتعلقة بإسبام، والمشاركة في هذه المناقشة، لأن هذه الجريمة متزايدة، ونحن نحث الدول على التعاون على المستوى الدولي والعمل مع بعضها لإنجاز هذه المبادرة. وشكرا، شكرا لكارين. أقترح عليكم كجزء من التقرير النهائي أن نذكر بعض الأمثلة التي تعرضت لها اليوم والممارسات والخطط المختلفة. أرجو أن يتضمنها التقرير النهائي لهذه الجلسة. نحن في آسيا معظم العقول الممتازة حاضرة، فهل يمكن أن يقوم الIGF يوم الأحد أو الاثنين بدورة تدريبية لمدة ساعة، ساعة ونص، عملية تدريب عملي على شيء ما؟ هل هذا خيار يمكن أن تدرسوه؟ ولأن الناس عندما يعودون إلى أوطانهم مع شيء عملي أفضل من مجرد الكلام. هذه توصية ربما أن يتضمنها التقرير أيضا كأحد مخرجات هذه الجلسة. أحد الموضوعات كان بناء القدرات والتدريب واحد من أدوات بناء القدرات. إذن هنا ستكون هناك إشارة إلى ذلك في التقرير، وبذلك تنتهي هذه الجلسة. شكرا لكم على حسن مشاركتكم. السيد رئيس الجلسة له بعض الملاحظات. السيد رئيس الجلسة يريد أن يختتم الجلسة. أردت فقط أن أشير إلى مناقشاتنا الممتازة النوعية المتعلقة
مكافحة الجريمة. الدوافع والتحفيز ضروري، والاهتمام بالجوانب القانونية. التحفيز إذا كان لا يسعد المسالكين، أو إذا كان النظام لا يعمل جيدا، فإن هذا يعتبر جريمة فضائية. الجرائم الفضائية في المستقبل يجب أن نتحدث عن طريقة التعامل مع الجريمة، سواء كانت داخلية أو عابرة للحدود. وأن تكون لدينا القدرة على التعامل مع مثل هذه الجرائم. في الملاحظة الختامية تناولت أو تتناول بعض القضايا التي أثرناها في هذه الجلسة، وضرورة إيجاد توازن بين احتياجات الدولة والمتطلبات الأمنية، والحاجة إلى الحصول على المعلومات، والتعامل، ضرورة التعامل في هذه الأمور بجدية. ويوم الجمعة سنتناول المزيد من هذه الموضوعات، مثل المراقبة الحكومية، وليس كما هو مكتوب في البرنامج لن تكون ساعة ونصف، بل ستكون هذه الجلسة لمدة 3 ساعات نظرا لأهمية الموضوعات. أرجو الدخول على موقع IGF الإلكتروني للحصول على أحدث نسخة من البرنامج، وخاصة تلك المتعلقة بجلسة يوم الجمعة. وشكرا لكم، شكرا جزيلا جميع المتحدثين والميسرين والمشاركين على هذه المناقشات مرة، وقد استفدنا الكثير من هذه المناقشة. ترفع الجلسة وأعطي الميكروفون لأمانة IGF. ترفع الجلسة، شكرا لكم.